السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حملة جسر الثانية للتوعية بمرض بطانة المهاجر. طيب نتكلم الأول بس كده، يعني هنت بسيط. جسر ديت هي الجيرمان ايجيبشن سوشيال اند ساينتفك ريليشن شيب، يعني هي مؤسسة بتجمع ما بين الألمان والعرب علشان خاطر بتعمل حملات اجتماعية وعلمية كتير. فاحنا هنتشرف النهارده باذن الله هيكون معانا استاذ دكتور محمد جمال ابراهيم، هو استشاري العقم والبطانه المهاجره ودكتوراه البطانه المهاجره وزماله الجمعيه الاوروبيه للخصوبه والمدير الطبي لمركز اطفال انابيب بمدينه اولدنبورغ، صح كده دكتور محمد جمال؟ صحيح صحيح، اهلا بحضرتك يا دكتور، منورنا. اهلا بيك يا دكتور اسلام. وبرضه نتشرف ان احنا معانا دكتور محمد ابو زيد، رئيس قسم النساء وجراحات المناظير بمستشفى هيلمشتت المانيا، صح كده؟ جراحه المناظير اهلا مدرجه متقدمه بالجمعيه الالمانيه والاوروبيه لجراحات المناظير. اهم حاجه دكتور محمد. اهلا بحضرتك. وبرضه نتشرف ان معانا دكتور شادي حسين، نائب رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى مارين فيسل بالمانيا واستشاري جراحات المناظير. معانا طبعا برضه النهارده المره الاولى دكتور علي سعيد النبوي، استشاري الطب النفسي بمستشفيات مونسترلاند. اهلا بحضرتك دكتور علي، مشرفنا اهلا المره دي. بحضرتك. اهلا بحضرتك. ومعانا دكتور روماني عازر، استشاري التخدير وعلاج الالم بمركز علاج الالم بمدينه لير اوست فريزلاند. اهلا بحضراتكم. وانا بقى اسراء امين، مدرس في كليه العلاج الطبيعي قسم صحه المراه. اهلا بيكم جميعا. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك دكتور اسراء. اهلا بحضرتك يا دكاتره. طيب احنا عايزين نتكلم كده اهوت على هنت بسيط، ايه هو بقى يا دكتور محمد الموضوع اللي احنا بنثيره كل مره من اهميته، وهو الاندوميتريوزس او بطانه الرحم المهاجره، وقد ايه هو مرض بيصيب نسبه كبيره جدا من السيدات حول العالم. يعني انا عارفه ان هي مش مصر بس ومش المانيا بس، والمشكلتنا الميس دايجنوز دايما بتعمل مشاكل كبيره قوي بعدين. فاحنا عايزين نعرف ايه هو، حضرتك تقول لنا كده بريف كده هو ايه هو اصلا، يعني ايه بطانه رحم مهاجره، يعني ايه، واعرف منين انا عندي، ما انا ممكن يبقى عندي وانا ما اعرفش، يعني ايه الحاجات اللي تبين لي لا اخلي بالك انت لازم تروحي تكشفي. فيا ريت حضرتك توضح لنا كده دكتور محمد جمال، استاذنك يعني على عجالة كده معلش. متشكرين جدا دكتوره اسراء على التقديم الرائع، وسعداء ان احنا نقدر نكسبك كمان في الحمله الثانيه وتكوني مقدمه معانا رائعه بصراحه بعد الحمله الاولى. الحمد وفي لله. المناسبه دي اشكر الدكتور كمان خالد صياد ومجموعه طبعا. جسر او جمعيه جسر ان هي فتحت المنصه بتاعتها للحملات التوعيه. حقيقي صدى الحمله الاولانيه اللي عملناها في شهر مارس كان صدى كبير على المستوى الشخصي. انا يمكن انا كنت انا والدكتور محمد ابو زيد بس، لقينا حتى لما اتكلمنا مع بعض يعني سيدات مصريات وعربيات موجودين هنا في المانيا ابتدوا يتصلوا بينا شخصيا ويقولوا ده احنا عندنا مرض بطانه مهاجر بس احنا مش فاهمين المرض ازاي وايه واخطاء ونمشي ازاي ونتعامل ازاي. فكانت الفكره تاني ولدت من جديد، طب احنا ليه ما نعملش شبكه صغيره كده من الاطباء المتخصصين في البطانه المهاجره بس بيكونوا بيتكلموا عربي يعني متخصصين، وفي نفس الوقت تغلبنا على حاجز اللغه وخاصه في المانيا. معنى كده مش الحمله بتاعت النهارده مش موجهه بس للسيدات في المانيا، لكن في المقام الاول السيدات في المانيا وكمان السيدات في الوطن العربي وفي بلدنا مصر. ما شاء الله لما دورت بصيت لقيت في زملاء كتيره واصحاب ليا كمان متخصصين في هذا المرض بس في اشكال مختلفه. خلينا نبدا الاول يعني ايه مرض البطانه المهاجره او الاندوميتريوزس. مرض اتوصف من زمان قوي من اكثر من 150 سنه تقريبا، لكن الاهتمام بتاعه زاد في اخر 20 سنه. يعني ايه بطانه ويعني ايه مهاجره؟ كل سيده بيبقى عندها تقريبا الدوره الشهريه او دم الدوره الشهريه بينزل كل 4 اسابيع. دم الدوره الشهريه ما هو الا بطانه الرحم اللي ربنا بيجعلها تستعد لاستقبال الجنين. استقبال الجنين يعني الحدوث حمل. معنى كده ان الدوره الشهريه بتنقسم لجزئين، الجزء الاولاني هو استعداد لحدوث التبويض عشان تخرج البويض عشان يحصل الاخصاب، ولو حصل الاخصاب الجنين ده لازم يتزرع، لازم ينام في فندق او بيت صغير، البيت ده هو بطانه الرحم. بطانه الرحم دي اذا حصل الحمل بطانه الرحم بتدنها مستقر
بره البيت ده انه مستقر، وبالتالي ما تنزلش دم دوره شهريه. لكن لو ما حصلش، البطانه دي كلها بتنزل وبتعمل دم الدوره الشهريه المعتاد، اللي هو كل عند البنات مع سن 12 13 سنه يبدا، وينتهي مع سن القياس سن 45 الى 50 او 52 سنه. طيب بطانه، ده فهمنا معنى يعني ايه بطانه. لكن المهاجره، مهاجره معناها ان هي سابت مكانها اللي هو فين متفقين عليه اللي هو دخل الرحم، معناه ان هي هاجرت ودخلت في اجزاء بعيده عن الرحم. ممكن توصل لايه؟ احنا عندنا الرحم لو احنا تخيلناه في صوره كوره او في صوره بيض صغير مقفول، فعنده انبوبتين اسمهم انابيب فالوب. انابيب فالوب دي انابيب صغيره زي الانابيب الشعريه الصغيره خالص، ربنا مهيئها ان هي ده مكان بيحصل فيه الاخصاب، التقاء الحيوان المنوي مع الجنين عشان يحصل فيه الاخصاب. الانابيب ده هو المصدر الوحيد اللي يخلي الرحم متصل بتجويف البطن، موبايل. بتجويف البطن وفي داخله الموبايل. طبعا تجويف البطن ده كبير، اهم حاجه عندنا عضو زي ما حضرتك قلت يا دكتوره اسراء المبيضين، لانه فيهم البويضات اللي موجوده. لكن تجويف البطن ده واسع، ده فوق قصاد الرحم على طول، اللي واقف قصاده على طول هي المثانه البوليه، اللي خلف بطانه الرحم، اللي خلف الرحم هي عباره عن الامعاء الغليظه، عندنا اوعيه دمويه كتير، عندنا غشاء بريتوني، عندنا البطن كلها مليانه بامعاء، الامعاء الغليظه والامعاء الثن، فالامعاء الرفيعه والامعاء الغليظه. طيب عايز اوصل تاني للنقطه ان احنا البطانه اللي موجوده جوه الرحم هتهاجر من خلال، في الاغلب دي نظريه، من خلال انبوب الفالوب يمين وشمال عند بعض السيدات، وبتوصل وتستقر الى داخل البطن، الى تجويف البطن، وبالتالي تقعد تلزق زي ما بنقول بالعربي كده، تلزق البطانه دي في مكان غير مكانها. طيب البطانه دي اساسا كنا لسه بنتكلم ان هي كل شهر بيحصل فيها نزيف، فبقى عندي نزيف بس المره دي النزيف جوه البطن. يبقى معنى كده ان البطانه اللي لزقت على المبيض، لزقت على الانبوب الفالوب، لزقت على المثانه، لزقت على الامعاء، هتبتدي كل شويه تنزف كل شهر. النزيف ده بيبقى نزيف بسيط، لكن مع الوقت الطويل بيبتدي النزيف والدم اللي موجود في البطن ده يعمل التصاقات، يعمل التهاب من الداخل في صوره بيسميها كرونيك انفلاميشن، يعني التهاب مزمن، وده بيعمل التصاقات في النهايه، وبيعمل زي نوع من التهيج، مكان غير المكان المسموح ليه موجود في البطانه، والبطانه اكتف يعني شغاله مع الهرمونات ومع كل شهر. وعشان كده البطانه المهاجره لو انتقلنا من التعريف، احنا عرفنا يعني ايه بطانه، والبطانه دي حاجه طبيعيه وحاجه كويسه، لكن لما بتهاجر بتعمل مشاكل، لان البطانه دي لو لزقت على المثانه، خلينا نتخيل المثانه دي معناها ان احنا بنعمل فيها تبول، يعني من خلالها بيحصل التبول، مع التبول هيبقى في الام شديده، لان المثانه لازق عليها بطانه وعماله تنزف كل شهر، وفيها التصاقات وفيها نوع من الالتهاب الشديد، وبالتالي ده هيعمل اعراض وكانها اعراض التهاب في المثانه. فبص تلاقي السيده بتيجي بتشتكي من اعراض في مشكله في التبول، الام مع التبول. نفس الحكايه ننقلها على الامعاء، الامعاء الغليظه او الامعاء الرفيعه، تلزق عليها برضو البطانه المهاجره، تعمل التهابات وتعمل تهيج في الاغشيه. فنبص نلاقي السيده ممكن تيجي تشتكي من حاجات اعراض باطنيه، يعني عشان كده السيدات بتوع البطانه المهاجره ممكن يروحوا لدكتور البطنه، ممكن يروحوا لدكتور النسالك، وهي مشكلتهم مشكله نساء، مشكله البطانه المهاجره. كمان ممكن البطانه المهاجره دي تلزق في الانابيب، وبالتالي تجي لي انا بقى كدكتور كاستشاري في العق، لان الانابيب هيحصل فيها التصاق، الانابيب هتبقى كلها ملتصقه، هتغلق، وبالتالي مش هيحصل حمل، وبالتالي ممكن يكون من الاعراض هو تاخر الانجاب، او ان توصل للمبيضين البطانه المهاجره والتعشش جواها زي ما بنقول بالبلدي، زي بيت عصفوره كده قاعد جوه في قلب البطانه، في قلب المبيض نفسه، كل شويه عمال ينزف يكون كيس، الكيس ممكن يبقى صغير 1 سم لغايه لما يكبر يوصل 4 5 6 سم، ممكن يبقى على ناحيه واحده او على ناحيتين، وبالتالي معلش دكتور محمد جميل، انا اسف المقاطعه حضرتك، بس عشان احنا عندنا الاكسبريشن دوت في مصر بيبقى مشهور قوي، فيا ريت نوضحه، بيسموه عندنا كيس الشوكولاته. بالظبط، ما هو ده فعلا، ده الوصف، هو كيس الشوكولاته جاي من فين، ويمكن ده مثلا ممكن نروح على طول للدكتور محمد ابو زيد وهو في العمليات بيشوف الاكياس دي. اول ما بيفتح الكيس بيطلع منه ماده هي عباره عن الدم اللي اتجمع وقعد ينزف الفتره بقى لها 3 4 سنين 5 سنين 10 سنين، بيتجمع وبيتخزن الفتره دي كلها، فالدم بدل ما يبقى لونه احمر بيتحول الى اللون البني، فيبقى لونه زي لون الشوكولاته، يسموه الشوكليت سيست او الاكياس الشوكولاتيه، لكن هي اكياس البطانه المهاجره. وبالتالي احنا عرفنا يعني ايه بطانه، وعرفنا يعني ايه مهاجره، عرفنا الاعراض من خلال ان احنا فهمنا يعني ايه بطانه وهتهاجر وهتقعد فين. لازم اوصل للنقطه الثالثه وهي التشخيص، ازاي اقدر اشخص البطانه المهاجره. اهم شيء في التشخيص، اهم شيء
هو ان يكون الطبيب على درايه بمرض البطانه المهاجره، وانها من خلال حكي السيده، من خلال ان الست تقعد تحكي مع الدكتور بتاعها او الطبيبه بتاعتها بالاعراض اللي عندها، بتوصفها وصف بيبقى غالبا يعني دايجنوستيك او بشكل مؤكد بنقول ان ده بطانه مهاجره. يعني تيجي السيده تيجي تقول انا عندي اعراض البطانه المهاجره في صوره، تيجي تقول انا عندي الم مع المثانه البوليه، ويحصل عندي الام وبلاحظها في اثناء ما يبقى عندي دوره شهريه. السيدات اذكياء جدا وبيلاحظوا حاجات كتيره قوي بشكل رائع يعني فعلا. تاني حاجه تيجي تقول انا بحس ان انا عندي بطني بتتنفخ، ده انا بطني بيحصل فيها امساك، ده انا لما بحصل بخش اعمل بخش الحمام ببص الاقي ان في مشكله، في صعوبه في نزول البراز، او احيانا بيشتكوا من نزول دم، ينزل الدم مش من المهبل لكن ينزل الدم مع المثانه البوليه يعني مع التبول، او ينزل الدم مع التبرز يعني مع حدوث مع وجود بطانه مهاجره على الامعاء. كمان النقطه الثانيه، احنا عندنا المهبل هو ده الفتحه اللي بتوصل الى الرحم، احيانا المهبل كمان بيتاثر بالبطانه المهاجره، وتيجي تشتكي السيدات ان بيحصل وجع والام شديده اثناء الجماع. يمكن لازم نميز سريعا، مش عايز اخش في تفاصيل، في سيدات بيبقوا لسه اللي هم لسه متجوزين حديثا بيبقى في شويه الام ويعني انكمفورتبل الموضوع، لكن احنا بنتكلم على الالام المزمنه ان هي كل مره بتشتكي ان في الام اثناء الجماع اثناء العلاقه الزوجيه، لدرجه ان احيانا تجعل السيده تبتعد خالص عن العلاقه الزوجيه، والزوج مش فاهم كراجل ايه مشكله البطانه المهاجره، طبيب كمان ممكن ما يبقاش عارف او مش اورينتد بالبطانه المهاجره، وده يقلب حياه السيده بشكل عام. او تيجي العرض بتاعها فور تاخر انجاب، انا بقالي سنتين ثلاثه بحاول يحصل حمل ما بيحصلش حمل خالص، فبتيجي تروح لمركز اطفال الانابيب. فرقم واحد في التشخيص هو الهيستوري تيكينج، او ان انا اقعد مع المريضه، اقعد مع السيده اللي عندها الاعراض وامشي معاها الخطوات بتاعت، او امشي معاها كل الخطوات كل قصدي الاعراض، واشوف هل هي عندها هذه الاعراض ولا لا. ودايما انا بوجه رساله لكل اللي بيسمعونا، لو سمحت اتكلمي بكل طلاقه وبكل انفتاح مع الطبيب او الطبيبه بتاعتك عن كل الاعراض، وخاصه لو انت حاسه ان الاعراض دي ليها علاقه بالدوره الشهريه. في نوع مخصص من او في نوع مخصوص من البطانه المهاجره بنسميه الادينوميوزس، اللي هو التغدد في الرحم، ودي بطانه بتهاجر بس ما بتسيبش الرحم خالص، لا ده بتطلع في الجدار العضلي بتاع الرحم، يعني البطانه ما تبقاش داخليه، لا ده البطانه تبقى في الجدار بتاع الرحم نفسه. والسيدات دول بيعانوا من حاجتين اساسيتين، بيعانوا من نزيف شديد مع الدوره الشهريه، وتيجي تقول الدوره بتاعتي ابتدت تزيد قوي لدرجه ان معلش بقت 3 4 ايام، بقت اسبوع، بقت 10 ايام، والوجع بتاع الدوره الشهريه بقى وجع عنيف، بقى وجع شديد. انا كنت الاول الوجع بتاعي بيقعد يوم يومين ويمكن اخد حبايه مسكنه، دلوقتي لا ده بقى بيقعد في الخمس ست ايام، ممكن يبدا قبليها وممكن يستمر بعديها، واضطر ان انا اخد اكتر من حبايه، او لازم اخد ثلاث اربع حبايات في اليوم، وكمان الالم ما بيستجيبش طب معلش يا دكتور، انا بس عشان الموضوع دوت، واحنا اكيد في تينيجرز كتير بيتابعونا. طيب انا بنوته مثلا ولسه حصل لي موضوع البلوغ مثلا، او عندي 14 15 سنه، وشايفه ان كل ما اسال اي حد من اصحابي في المدرسه بيقولوا لي احنا كلنا بيجي لنا الام البيريود ديت، وان دوت العادي. انا كبنت صغيره اقدر اعرف منين ان انا ده العادي اللي هو اليوترس كونتراكشن الطبيعي، ولا ان انا ممكن يكون عندي اندوميتريوز او بطانه رحم مهاجره وانا مش عارفه؟ يعني حواليا كلهم بيقولوا لي عادي، فاقدر انا اطمن او افرق ازاي يعني لغايه ما اروح لدكتور؟ هنا النقطة دي بتبقى نقطة شائكة شوية، والنقطة اللي حضرتك أثرتيها يا دكتورة إسراء نقطة مهمة، لأن فعلا في التينيجر اللي هم المراهقين أو المراهقات بينتشر موضوع البطانة المهاجرة، بتيجي نفس أعراض مشابهة. أول ما بنشوفها ما بنشوفش في البطانة المهاجرة قوي، يعني احنا بنرجعها شوية في الأسباب، لازم أفكر شوية في السيولوجي، يعني ده حاجة جديدة على الجسم، في الرحم لسه معلش يعني انا هقول كلمه يمكن مش مناسبه في الموضوع، لكن بنقول العربيه لسه بتلين، حاجه لسه جديده، لسه رحم لسه بيبدا، لسه لازم يتعرف على هرمونات، في هرمونال تشينج بتحصل في الجسم، فاحيانا فعلا البنات بتصاب بالام الدوره الشهريه. هنا بقى بترجع لازم نقول individual، يعني ان انا لازم اشوف individual كل شخص الالام بتاعته عامله ازاي. ممكن يخش لي ثلاث بنات
كلهم مراهقات في سن 13 14 16 سنه وعندهم الام دوره دم دوره شهريه، بس واحده بتقول لي انا حاسه بالالام بس اتس اوكي ومفيش ادنى مشكله ويمكن باخد حبايه وبتنتهي القصه. واحده ثانيه بتقول لي لا انا عندي الام شديده جدا، ده انا بقعد في السرير، ده انا ما بقدرش اروح المدرسه، ده انا ما بقدرش اروح اقابل اصحابي، انا بقعد في البيت في السرير متغطيه. ده قصه ثانيه، ده معناها موضوع استمر، دورة شهرية بتيجي وكل مرة معاها أعراض شديدة، لازم أفكر في حكاية البطانة المهاجرة. وخلينا نكمل بقية الموضوع ده مع بقية الزملاء، لأن دي هتبقى نقطة مهمة، وده اللي هيوصلنا للنقطة الثانية وهو في التشخيص، هو الفحص. الفحص النسائي، وهو الدكتور النساء أو طبيبة النساء لازم يفحص السيدة فحص نسائي عشان يشوف هل في اللي هو النيديولز أو اللي هي الكتل بتاعة البطانة المهاجرة موجودة مثلا في المهبل. ورقم اثنين او النقطه الثانيه كمان باستخدام السونار، السونار المهبلي. السونار المهبلي من الحاجات الاساسيه حاليا، حتى اتغير الكلام خالص في 2022 وعدنا بنقول انها بالسونار اقدر اشوف بنسبه كبيره هل السيده دي عندها بطانه مهاجره ولا لا. شوف انا حكيت الاول ان لازم يبقى في اعراض، حكيت رقم اثنين يبقى لازم في فحص نسائي، حكيت رقم ثلاثه السونار، ده عباره عن باكج انا باخده مع بعض عشان اقدر اوصل للتشخيص. بالسونار بقدر اشوف لو في اكل شوكولاته على المبيضين، اقدر اشوف لو في اللي هو التغدد في الرحم اللي هو الادينومايوزس، في علامات اخرى بنقدر نشوفها بالسونار تدل على وجود التصاقات في الحوض، التصاقات في ورا الرحم قصاد الرحم، في المثانه البوليه مصابه بالبطانه المهاجره ولا لا. وهنا هاجي على النقطه دي واقول الخطوه رقم اربعه هو استخدام المناظير. طبعا انا مش جراح، انا فقط استشاري لعقم واطفال الانابيب، لكن احنا معانا النهارده اثنين جراحين ممتازين، الدكتور محمد ابو زيد والدكتور شادي حسين، الاثنين متخصصين في جراحات البطانه المهاجره. وهقول ان انا يعني الفلور از يورز بوس، اعتقد محمد ابو زيد او شادي حد يبدا يدينا انترودكشن على اللي انتوا بتشوفوه في التشخيص، يعني التشخيص او دور اللاباروسكوبي في تشخيص البطانة المهاجرة. دكتور محمد مساء الخير عليكم جميعا. تمام. احنا كنا عايزين بس نعرف يا دكتور، يعني زي ما دكتور محمد جميل كلمنا، انا دلوقتي انا شاكين فيا ان انا ممكن يكون عندي بطانة رحم مهاجرة، وزي ما دكتور محمد جمال قال لنا احنا عملنا كل الحاجات بتاعت الدايجنوز، بس عايزين نكونفيرم الدايجنوز او نتاكد ان هو انا فعلا عندي البطانه رحم مهاجره، او زي ما بنقولها بالعربي الدارج كده اللي هي الشوكليت سيس او اكياس الشوكولاته. فطبعا يعني ادق حاجه هتبقى معانا المناظير، فاحنا عايزين نعرف بقى حضرتك بتشوف ايه بقى. تمام. اولا دكتور محمد جمال يعني شرح باستفاضه وغطى فعلا كل النقط اللي احنا ممكن نتكلم فيها وممتاز. يعني دور الجراحه مبدئيا الجراحه التشخيصيه، يعني ان احنا نعمل منظار لتشخيص الاندومتريوزس بيبدا قبل الجراحه، وسببه ان احنا زي ما بنقول ما عندناش سبب تاني للالم ده هو الا ان احنا نخش نشوف بعينينا بنفسنا. بنبدأ الأول بالسونار قبل الجراحة، لازم السونار زي ما دكتور محمد جمال قال، لازم السونار، لازم نشوف الأول إن كان في كتل لبطانة الرحم المهاجرة أو أكياس شوكولاتة زي ما حضرتك قلت في الأول ولا لا. لو ما فيش والبنت مثلا أو السيدة لسه صغيرة ما عندهاش مشاكل غير الألم، ما عندهاش اعراض تانية مثلا زي ما دكتور محمد قال، مثلا دم بتنزل بينزل مع البراز او دم بينزل مع البول، مش شرط الجراحه في الاول. يعني حتى تشخيص الاندوميتروزس مش شرط في الاول، دلوقتي بقى الترند او بقى الاتجاه كده في بطانه الرحم المهاجره ان احنا ما نبداش دايما على طول وده يعني او مباشره بالجراحه. ممكن علاج للهرمونات، ممكن نستنى شويه وبعد كده لو ما فيش تحسن او لو ما فيش اعراض او لو السيده عندها تاخر في الانجاب ممكن ساعتها نعمل الجراحه التشخيصيه. ايه اللي الجراح بيشوفه؟ حسب مدى زي ما تقول توغل او تقدم المرض نفسه في البطن. ممكن يبقى مجرد نقط صغيره جدا بتختلف الوانها حسب درجات الاندوميتروزس، من الاحمر والبنفسجي وممكن اسود او يعني بني غامق
او ابيض لو كانت قديمه، بيبقى ملي 2 ملي 3 ملي حسب، بيبدا من كده وممكن يوصل ان هو يبقى يعني اولا واصل للاعضاء اللي جنب الرحم وجنب المبايض غير بس شوكليت سيست، وممكن يبقى مالي البطن كلها اللي بيسموه فروزن بلفس، يعني ممكن يكون مجرد بس ملي او 2 ملي ليجن او كتله او مكان للاصابه، وممكن يبقى فروزن بلفس، ممكن يبقى الحوض نفسه تماما مليان بمرض الاندوميتريوزيس. تمام يا دكتور. طيب الدكتور شادي. ايوه بالظبط دكتور شادي، لان انا يعني دايما الجراحه ليها اكتر من شق، عامله زي الطبخه في البيت، انا بتخيلها كده، كل جراح هو طباخ وعنده المطبخ بتاعه ويقدر يعملها، هتلاقي محمد ابو زيد وشادي الاثنين بيطبخوا طبخات مختلفه بس بيطلعوا لنا وجبه في الاخر ممتازه، يعني شغل جميل. احب اسمع كمان رايه في موضوع التشخيص. طيب هي الفكره هفضل يعني بالنسبه لحالات الاندوميتروزز، يعني انا بالنسبه لي واكيد متاكد برضه ان هو برضه بالنسبه لدكتور محمد ابو زيد، الهيستوري بتاع الحاله اهم حاجه بتتاخد، لان الهيستوري بيبدا يخليني برضه يعني قبل ما ابدا حتى الكشف ابقى متخيل المشكله فين. يعني لما هتجي لي واحده في الهيستوري بتاعها ان عندها مثلا وجع مع الجماع مثلا، واحده تانية ممكن يبقى مع التبول بيحصل فيه وجع، في واحده تانية لا ده مع نزول البراز مثلا، كل حاجه من دي شويه بتخلي وانا داخل على الكشف اللي هو بيبدا من اول الكشف المهبلي العادي قبل حتى السونار لغايه ما اخش بعد كده بالسونار، او افكر هل الحاله دي كمان محتاجه مثلا أشعة مقطعية، محتاجة حاجة تانية كمان مساعدة تكمل شغل السونار وتكمل شغل الكشف اللي أنا عملته بالمنظار المهبلي العادي. دي مبنية 100% على الهيستوري اللي باخده من الحالة اللي بتجيلي وأنا بتكلم معاها وأعرف المشكلة عندها جاية فين أكتر، هل هو بس وجع البيريود عندها اللي بيجي، ولا بيجي كمان مع الجماع، بيجي كمان مع نزول وهي مع التبول، بيجي مع نزول البراز، أو ده بتفرق جداً الكشف اللي انا بعمله بالسونار والمكملات اللي احنا بنكملها، سواء هحتاج اعمل اشعه رنين او لا. عشان الفكره كلها في حالات الاندوميتروزس قبل ما اخش العمليه التجهيز ليها اهم بكتير قوي، لان انا مش عايز اخش عمليه مثلا زي دي، يعني احنا مثلا انا مشتغل عمليات 8 ساعات في اليوم، فلو انا عارف ان الحاله بالهيستوري اللي انا واخده وبالكشف المعمول ده حاله بتاخد وقت، ما ينفعش مثلا احطها اخر واحده في اليوم مثلا الساعه 3 وقدامي ساعه، عمليه شايفنا معقده شويه جايز احتاج، وده في عمليات كتير نحتاج الجراحه العامه معايا مثلا، لان في عمليات جزء منها ممكن نحتاج نشيل جزء من الامعاء، في ناس تقدر تعمله، في ناس بتدخل معاها جراحه، فانا لازم اكون مهيئ قبليها، لانه اللي احنا بنحاول نعمله في العمليات دي ان انا اخش مره واحده، ان انا ما اخشش مره بص واطلع بعدين مره ثانيه اخش اكمل، عشان نقلل العمليات اللي بتعمل للعيان، اللي احنا بنتكلم في مرض مزمن طول فتره ان اللي هو لغايه انقطاع الدوره لغايه سن 50 سنه، بنتكلم طول ما المبيض اكتف وطول ما المبيض شغال فرصه ان المرض ده هيرجع تاني، حتى لو انا عملت لها عمليه وشلت كل حاجه عندها في فرصة انه يرجع تاني مرة واثنين وثلاثة. طب دكتور شادي انا عايزة اسألك سؤال معلش عشان دوت بيجي لنا كتير. انا دلوقتي عايزة لو بنوت عايزة تفرق ما بين الام البيريود العادية والام الاندوميتريوس، يعني مثلا الام البيريود ممكن يعني تيجي لها مثلا اول يوم ومع نزول البيريود الالم بيبتدي يقل. طيب بالنسبة للاندوميتريوس برضو بيجي لها مع اول يوم ولا من قبلها؟ وبيستمر لغايه الاخر ولا اخر يوم ولا لا؟ عشان اكون واضح معاك، هي للاسف مفيش رد قاطع على السؤال ده، مفيش صوره واضحه كلاسيك، لكن الحاجه الكلاسيك في الاندوميتروزز ان الوجع مش هيتقارن باللي عندها بيريود عاديه، يعني كل واحده بيجي لها البيريود بيجي لها وجع، بس دي حالات لو ست تشتغل ما بتروحش الشغل يومين ثلاثه قاعده في البيت، لو واحده ما بتشتغلش لسه بنت صغيره بتلاقيها قاعده على السرير، بتاخد مسكنات عاديه ما بتكفيهاش، بيبقى بالنسبه لها الاربع خمس ايام دول يعني خلاص، يعني تبقى يعني ان الوجع يبقى اكستريم،
مش ان الوجع موجود وصعب انك تقولي لو جه قبلها بيومين يبقى اندوميتروز، لو جه في يومها يبقى لا. للاسف مفيش مستر واضح في حته الوجع، لكن الاكيد فيه انه وجع اكستريم. هي حلوه جدا جمله او كلمه اكستريم ديت يا دكتور، عشان هو يعني احنا عندنا كل حاجه ده العادي، عارف دايما بيطمنوا اي حد ده العادي ما دام ايه انت ماشيه على رجليك كويسه فده العادي. فكلمه حضرتك ان الالم اكستريم دي اعتقد هتخلي بنات كتيره او سيدات كتيره تفكر ان هي ممكن يكون عندها وهي مش واخده بالها، او هي مش عارفه اصلا ان هي عندها، فان الالم يخليها توقف حياتها بسبب هي دي الام. الحقيقه، هي بالظبط زي ما فدي حضرتك نقطه حياتها مهمه بتقف، هي بالظبط بتقف. زي ما حضرتك بتقولي، هو حياتها خلال الاربع ايام دول بتقف فعليا لغايه ما البيريود تخلص. دي عيانه بتبقى عارفه امتى جاي لها البيريود، لان هي عارفه ان في عذاب جاي، فهي عارفه يعني دي مش هتلاقي زي التانيه ممكن تسرح او تنسى وتتفاجئ، لا دي ايوه هتبقى بقى لها اربع خمس ايام قبليها، يوم الاربع الجاي انا عارفه ان ده جايه، وعارفه وعامله حسابها على مجهزه المسكنات، مجهزه كل حاجه، لان هي عارفه يعني ايه. طب هل يا دكتور معلش انا اسف، بس هل بيكون ليها سبب يعني سبب ممكن نتجنبه ولا ايديوباثيك ملهاش اسباب؟ هي طبعا اول حاجه في الاندوميتروزس ان هي مالهاش سبب، يعني كل الثيرز في زي ما دكتور محمد قال ممكن تكون بتعدي من فالوبيان تيوب، بس طب ما في حالات ما عندهاش انابيبو برضه بتجي لها، يعني ما فيش ثيوري واضحه، هي كلها ثيوريز تخيلات، جايز من كذا جايز من كذا، لكن للاسف ما فيش كوز، ما فيش سبب هو اللي عامل دي، والا كنا حاولنا نشتغل على السبب، لكن بالظبط ما كان للاسف ما فيش لغايه انا هذه شايف اللحظه. كلمه اتفضل انا شايف اتفضل. يعني شايف شادي ومحمد ابو زيد الاثنين ركزوا على نقطه مهمه قوي، وهو التحضير للعمليه اهم من العمليه في حد ذاتها. صح يعني ان انا افتح واخش واشوف سهله، ما انا ممكن افتح واشوف وخلاص، لكن انا لازم احضر المريضه كويسه، اسمع لها كويس قوي، اكشف عليها كويس، اقيم الحاله كويس. وعشان كده لما حد بيجي لنا في اي مركز سواء عندي او عند الزملاء كمان دايما يقول لا انا عايز اشوف العيانه بنفسي، لازم اقيمها. هو بيبقى الفكره مش بس ان احنا عايزين نعذب العيانه معانا لنا وتاخد معايا دوي وي وي، بس هو فعلا تقييم الحاله بيختلف. في عيانه تبقى اندوميتريوز خفيفه خالص فيري سيمبل، وفي عيانه ثانيه تبقى فيري ادفانسد، وده ليها مانجمنت ودي ليها مانجمنت. واللي احنا شايفينه من مرضى البطانه المهاجره قد ايه، بنتكلم على تاخر انجاب، بنتكلم على اضطراب في الدوره الشهريه، بنتكلم على الام في الدوره الشهريه، حياه اجتماعيه مدمره، حياه ممكن زوجيه كمان مدمره. فليها دايما المرض المزمن ليه دايما الشق النفسي، يعني الشق النفسي اللي بيأثر او بيظهر جدا عند السيدات، وده احنا بنشوفه كتير. وكمان انا في شغلي في الانفيرتيليتي او شغل اللي هو تاخر الانجاب واطفال انابيب والحكايه دي كمان، ده بيتعامل عامل زياده كمان، هي جايه ببطانه مهاجره واعراض وعمليات، واحيانا بيجي لي ثلاث اربع عمليات خمس عمليات، وكل مره الام ومبتحسنش، وكمان عملت ثلاث اربع مرات طفل انبوب وفشلت. فقد ايه الضغط النفسي لهذه لمجموعه من السيدات. وعشان كده انا مبسوط جدا دكتور علي بصراحه معانا النهارده، لان هو يتكلم معانا برضو كده في صوره يعني انترودكشن كده، ايه علاقه الشق النفسي بالمرض المزمن، خصوصا احنا عندنا مرض بطانه المهاجره مرض مزمن. دكتور محمد بعد اذنك، انا اسف دكتور علي، بس قبل ما حضرتك تبدا في حاجة مهمة، بس بالنسبة للتشخيص، بالنسبة لأعراض الإندوميتريوزس، ودكتورة إسراء السؤال ده هو فعلا يعني مهم جدا، بس عايز أوضح حاجة، إن إحنا بنتكلم إزاي مثلا المريضة تفرق ما بين آلام الدورة العادية وآلام الإندوميتريوزس. في جزئين، في ناس عندهم إندوميتريوزس بيبقى حاجة اسمها برايمري، يعني من أول ما يبدأ يجي لها الدورة بيبقى الألم ثابت، او من اول ما يبدا يجي لها الدوره الالم ما بيختلفش. وفي حاجه سكندري، يعني الاعراض نفسها، في حاجه منها اسمها برايمري، العرض ده هو موجود من اول ما جت الدوره، ايا كان بقى، في مثلا نزيف اثناء ما بين الدورات، او الم قوي اثناء الدوره. وفي حاجه اسمها بتبقى سكندري، يعني بدات الدوره عندها عاديه جدا الالام، او مش عاديه، الالام ثابته او هي متعوده عليها، وجت بعد كذا سنة الموضوع اختلف أو زاد، أو مثلا بعد الجواز حصل أعراض تانية زي مثلا ألم أثناء الجماع. احنا بنتكلم دلوقتي عن الألم، لأن الأعراض الإكستريم التانية مثلا ينزل دم أثناء البراز أو ينزل دم أثناء البول، ده حاجة إكستريم،
لكن أعراض الدورة العادية نفرق ما بينهم primary ولا secondary، يعني من الأول صعبة ولا بعد ولا بقالها صعبة مثلا من كذا شهر. صح يا دكتور. أكتر الواحد بيبقى oriented أو زي ما دكتور شادي قال الهيستوري بتاع العيانة، ده طبعا أهم حاجة، بيبدأ من أول الهيستوري، من أول ما العيانة جت هي جت ليه أصلا. يعني مثلا سيدة عندها أو بنت عندها مثلا 22 23 سنة، هي ليه دلوقتي جت؟ اشمعنى دلوقتي جت؟ دايما هيبقى فيه اختلاف. هتقول مثلا بقى لي 6 شهور الألم مش زي الأول، زاد شوية، بقى أصعب، بقى في ممكن دم مثلا ما بين الدورة اللي هو زي ما بنقول عليه، يعني ممكن بنسميه دم التبويض، أو ما بيبقى ما بين الدورتين. ده اللي بيبقى محتاج، يعني زي ما نقول ان احنا يبقى تنور عندنا يعني الفكرة ده ممكن يكون اندوميتريوز. عشان كده هنا مثلا، وده بيختلف في الثقافة ما بين مثلا دولنا العربية والدول الأوروبية، حبوب منع الحمل أو الهرمونات دي ما بتبقاش بس المنع الحمل، ليها استخدامات كتير، والعلاج الهرموني ليه استخدام كتير. عشان كده لو واحدة مثلا 16 15 14 سنة جت وألام الدورة عليها قوية، راحت للدكتور عمل أنامنيزا كويس أو أخد قصدي هيستوري كويس من المريضة، وشاف بالسونار مفيش ليجنز أو مفيش أماكن مصابة واضحة تماماً، وده بيجي دور الأخصائي بتاع الاندوميتريوزيس أو إن حد يبقى متخصص إنه يعمل السونار بتاعه، مش شرط الأول عملية، ممكن تاخد علاج هرموني أو مسكنات وتمشي وقت معين لحد ما المتابعة نفسها الأعراض فضلت قوية زي ما هي، وفعلاً زي ما دكتور شادي قال حياتها بتقف، ساعتها ممكن الواحد يعمل المنظار أو يتدخل جراحياً. أنا اللي عايز أقوله إن مش كل واحدة ألام الدورة مثلا عندها عالية شوية بتبقى اندوميتريوزيس، ومش كل واحدة ألام الدورة بتبقى عندها عالية شوية لازم تدخل جراحي. تمام يا دكتور. طب أنا عايز أعرف، هو إحنا عشان النهاردة دكتور علي تمام يا دكتور علي، أنا عايزة أعرف، أنت حضرتك استشاري الطب النفسي، إحنا أول مرة المرة دي نتقابل مع حضرتك، مشرفنا، بس قد إيه الموضوع دوت ممكن يبقى مزعج لدرجة إن هي وصلها لديبريشن أو إن هي اكتئاب، إن هي يا إما بقى سواء بنوتة حياتها بتقف زي ما دكتور شادي قال لنا، أو سواء على الشق التاني إن هي مرأة متزوجة بقالها أكتر من سنة ومش عارفة إن هي تحمل. وطبعا بقى إيه عندنا، معرفش عندكم في ألمانيا الكلام ده برضو ولا لأ، اللي هو انت هنفرح بيكي امتى، مش هتجيبي لنا البيبي، الكلام اللي هو ايه بقى ايه تك 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 ده عندكم برضو؟ احسن احنا عندنا كتير قوي للاسف. فانا عندي للاسف ناس متابعينا حتى النهارده على زوم، بالنسبه لهم الشق النفسي ده اهم حاجه، يعني ممكن من كتر ما هي تعبانه نفسيا وزهقت ان هي ممكن حتى ما تبقاش عايزه تتعالج، خلاص بقى اللي هو سيبوني انا، ولا عايزه اتعالج ولا عايزه اولاد من كتر الضغط النفسي اللي هي فيه. انا يعني الموضوع زي ما بروح ممكن يوصلها لاكتئاب كبير وتنسى ان هي كان عندها بطن طرح مهاجر، يعني تنسى السبب، بقينا بنعالجها من الاكتئاب دلوقتي لان هي كل شويه الضغط النفسي حواليها بسبب ان هي ايه ما خلفتيش وبقالك قد ايه متجوزه والكلام اللي هو ايه اللي مش ظريف ده. راي حضرتك ايه يا دكتور علي؟ تمام، هي الفكره ان زي ما حضرتك قلتي ان المريضه بتبقى جاية أو مريض الألم بشكل عام بيبقى جاي غالباً بأعراض ديبريشن، يعني هو بيبقى جاي خلاص مش مستحمل الضغوط النفسية اللي حواليه، مش مستحمل اللي بيحصل، سواء الألم نفسه مسبب له أذى كبير، ما بيقدرش مثلاً السيدة ما بتقدرش، خلينا نتكلم تحديداً عن موضوع مرض البطانة المهاجرة، السيدة نفسها ما بتقدرش تبقى تتحرك، يعني ممكن أنها تغيب يوم أو يومين أو ثلاثة من الشغل نتيجة الألم الشديد جداً. فأول حاجة زي ما الدكاترة تفضلوا وحكوا، أهم حاجة عندنا الأول تبقى عارفة سبب الألم إيه، يعني تبقى الأول التشخيص، حصل تشخيص وعرفت المرض بتاعها، وبيبقى أهم حاجة يعني لما بتجيلنا بنسألها الأول اللي هو الجزء بتاع السايكو إديوكيشن، اللي هو أنت عارفة طبيعة مرضك إيه، الألم اللي عندك ده، طب أنت عارفة سبب الألم ده إيه. فإحنا بنشتغل على الجزء ده اللي هو هينقلنا، لأن المريض دايما مشكلته بيجي يقول أنا عندي ألم ما بيقفش، طب الألم ده هل هيجي عليا يوم يا دكتور وعيش من غير ألم، ولا هفضل طول حياتي عايش بالألم ده؟
تمام. فدي بتدخلنا في اللي هي الدايره المغلقه اللي هي دايما الم، توتر، حاله نفسيه سيئه. او بالظبط. التوتر يعمل الم يسبب حاله نفسيه سيئه، او الحاله النفسيه السيئه تزود نفسها الالم، فهي الدايره بين الثلاث عناصر دول الدايره مقفوله. تمام. وهنا بيجي دور الطبيب النفسي، لما بتروح لطبيب نفسي وغالبا زي ما قلت لحضرتك بيبقى المريض جاي ديبريست، يعني بيبقى المود بتاعه سيء جدا، الحركه فيها صعوبه، بيبقى كمان في صعوبه في النوم، بيبقى ديبريشن، يعني بيبقى تيبيكال ديبريشن، ما فيش انا اي بحس لذه. الدبريشن بيزود الاعراض اصلا، يعني دايما بحس بكده. يعني انت لو انت بالظبط مثلا حاسه بالالم بنسبه 20% من كتر الضغط النفسي، ممكن بالظبط تحسيه بنسبه 80% بالظبط عشان بس بالظبط الله مكتئبه بس. ينور بالظبط. هي زي ما بقول لحضرتك، هي الدايره بين الثلاث عناصر دول، التوتر يعمل حاله نفسيه سيئه، الالم نفسه يعمل حاله نفسيه سيئه، فهي كلها مقفوله على بعضها، الثلاثه بيؤدوا لبعض، وهي على طول ماشيه في الدايره المغلقه دي ما بتخرجش منها. طيب احنا ايه اول نقطه بنشتغل عليها؟ ان المريض ياكسبت مرضه. دي يمكن انا شايفها اكبر جزء في العلاج، الاكسبتنس، ان المريض يبقى عارف انه عنده مرض مزمن، عارف اعراضه ايه، عارف شكل الوجع بتاعه بيبقى عامل ازاي، الوجع بيجي امتى، الوجع بيخف امتى. تمام. فاحنا دي اكتر نقطه بتبقى متعبه في الاول، الاكسبتنس، لان في مرضى كتير هو مش يعني مش مقتنع بالالم، الالم لازم يروح، فممكن مثلا يلجا مثلا لدكتور رومان، يلجا لحد علاج الم بحيث انه يديله علاج للالم، وبرضه الالم ما بيروحش. طب الالم ما بيروحش يا دكتور، انا هفضل عايش كده طول عمري؟ فهي دي اول نقطه، ده شيء مهم جدا بالنسبه لنا، اول نقطه acceptance. الاكسبتنس، ده اكتر جزء بنبدا نشتغل عليه. بعد ما بنخلص من الجزء بتاع الاكسبتنس، بنبدا بقى ننتقل، طب خلاص انت كده عرفت مرضك وراضي بيه، يعني انت مقتنع ان انت مريض وفي مشكله، ويعني غالبا هتضطر تعيش بهذا الشكل غالبا بقيه حياتك. فاحنا ايه اللي احنا نقدر نعمله بقى مع التعب ده؟ طبعا في بعض المرضى لما بيبقى مثلا ديبريسد، لو ديبريشن صريح، مش قادر، يعني بقول له على حاجه يقول لي مش قادر، مش نافع، ده لا كده ممكن غالبا بيبقى في تدخل دوائي، يعني لازم هيبقى في تدخل دوائي بلس السبورت اللي بنعمله، لان ده سبورت، ديبريشن صريح، فده شيء مهم جدا. تمام. انا بحس يا دكتور السبورت لو جه لها من الاقارب ليها او من زوجها مثلا، ما واتكلمنا عن ده سيده اخرى من الحمل، ده اكبر داعم نفسي ليها. يعني مع احترامي لكل السيدات، بس انا شايفه اهم حاجه لازم السبورت النفسي ده بالظبط جامد. بالظبط بالظبط، طيب ده شيء دكتور علي، مهم. بعد اتفضل. اذن حضرتك بس توضح لنا، يعني لان احنا برضو في ثقافتنا احنا دلوقتي بنكلم يعني المرضى اكتر العرب او المصريين او ايا كان، مظبوط احنا تمام عندنا للاسف كلمه الطبيب النفسي بتخض، او بتبقى ساعات عيب، او يعني زي ما بنقول يعني الواحد ما بيتجهش يتكسف للخطوه دي بسهوله. الكسوف او الخجل. ايوه، هي بالنسبه جميل لنا ولا انا كده؟ مش مجنونه، انا كويسه، هم بالظبط، انا مش شايفيني مجنون، مجنونه. انا كويس، انا فعلا عندي الم، انا مش بتخيل، انا لكن عايزين بس بعد اذن حضرتك توضح لنا بس، يعني او تقول لنا او تطمن الناس ان ما فيش مشكله ان الواحد فعلا يروح بالظبط، لطبيب نفسي. بالعكس ده من الحاجه الصحيه ان انت يبقى عندك طبيب نفسي او معالج نفسي، ان انت احنا ضغوطات الحياه في الوقت الحالي في العصر الحالي مع التقدم المستمر والتطور اللي احنا عايشين فيه والسرعه الريتم السريع الرهيب، انت يعني بتصحى تنام تلاقي في حاجات جديده بتحصل في حياتك، فده كله ده بيعمل ستريس رهيب وبيزود الاستريس وبيزود التوتر، فبل بالعكس ده مش عيب، ده المحبذ حاليا في العصر الحديث ان كل حد يبقى عنده حد بيلجأ له، بتفرغ الشحنه، لان انت جواك شحنات سلبيه، طاقه سلبيه رهيبه من الشغل، ظروف الشغل، ظروف الحياه، في البيت اكيد كل واحد عنده مشاكله، فده انت محتاج حاجه تخرج فيها طاقتك دي. طيب انت لو مش عارف، انت مش قادر تأسست نفسك وتخرج من الحاله دي وتساعد نفسك، هنا بيجي دور الطبيب النفسي، ان انت مش عيب انك تلجأ لطبيب نفسي يساعدك في حاجه زي كده، يساعدك في الخروج من الحاله اللي انت فيها، وهتلاحظ بفرق كبير جدا، لان هي مشكله المريض عموما في المجال الطب النفسي دماغه بتبقى يقول لك انا حاسس ان دماغي زي الغساله، دماغي فيها افكار كتيره جدا 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 جدا، ومش مترتبه وعامله لي ازعاج شديد، فهي دي الفكره، الدكتور النفسي وظيفته انه بيحاول
يرتب معاك يرتب بالظبط. الموضوع مش ملوش علاقه يعني خاصه ببطانه الرحم المهاجره، واحنا لو كل واحد فينا فكر ان هو مش عارف ان هو يعدي باللي هو فيه، فانا شايفه الدكتور يعني النفس ده اهم حاجه علشان خاطر تكمل حياتك صح. يعني انت لو قاعد بتضغط بتضغط بتملى دماغك بحاجات مش مترتبه. في ناس بعد الجراحات بتدور على على طبيب نفسي، يعني هنا كتير يعني كتير بيدوروا على طبيب نفسي. مظبوط. مش عشان هم حاسين ان عندهم مشكله نفسيه، بس فعلا زي ما دكتور علي بيقول عايزين فعلا يتكلموا مع حد، عايزين يتكلموا مع حد يسمع لهم فعلا، يخرجهم من الدايره المغلقه اللي هم فيها. مظبوط. لدرجه ان في يعني علاج، حتى دكتور روماني ممكن يعني كلمنا اكتر عن الموضوع ده، حتى لما ساعات البين كيلرز نفسها بمختلف مراحلها او بمختلف قوتها ممكن تفشل ان هي تعالج الالم ده، بيجي دكتور الطبيب النفسي ان هو بيوصف انتي ديبريسيف. مظبوط. بنكتب انتي ديبريسنت مناسبه للحاله، في يعني في دوايين او ثلاثه هم اللي في حالات الالم دي هم اللي يعني بيستخدموا كمان في علاج الالم نفسه، المفروض ان هم بيقللوا الالم، فدول بنبدا نستخدمهم مع المريض اللي بيبقى جاي بحاله الدبريشن، بنكتب له بيبقى يعني بنضرب عصفورين بحجر واحد زي ما بيقول، ان هو بيشتغل كانتي ديبريسنت وفي نفس الوقت بيشتغل على الجانب الالم ان هو بيحاول نقلل بيه احساس الالم بشكل او باخر. تمام. طيب دكتور روماني. شكرا يا دكتور علي. دكتور روماني ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا بيك فندم. احنا بنتشرف لحضرتك برضو لديت المره الاولى اللي تبقى حضرتك تنضم لينا. احنا بقى انا عاجبني التايتل بتاع حضرتك استشاري التخدير تمام علاج الالم بقى ديت اللي ايه شدتني جدا. يعني احنا الموضوع ده في مصر ما اعتقدش ان هو في سنترز كتيره منتشره، وممكن يكون موجود بس مش كتير، بس ان حضرتك تخصصك علاج الالم، فانا ديت شايفه ان اكتر عرض يعني اي سيده بيبقى عندها بطانه رحم مهاجره هو الالم، وتفر بقى بنت سيده متزوجه زي ما الدكاتره كلمونا كلهم ان الموضوع دوت السيمتومز بتختلف، الدرجات بتاعته بتختلف من سيده لاخرى او على حسب البطانه موجوده فين مكانها وضغط على ايه. بس حضرتك في النهائي او الكونكلوجن هنا هي الست ديت متالمه حتى لو اتاثرت نفسيا او كده، فحضرتك بتعالج الالم، فادينا بس هنت كده هو نعرف يعني ايه حاجه تقدر ان احنا نعالج الالم، واتيفر بقى انا دايجنوز مثلا زي بطانه رحم مهاجره، بنوته، ست متجوزه متاخره، يعني ايه موجوعه زي ما بنقول كده بالمصري، موجوعه اعمل ايه بالظبط؟ هو مشكله البطانه المهاجره او الاندوميتريوزس دوت، هو يعني انا شغال في موضوع علاج الالم دوت من ايام ما كنت في مصر، من سنه 2008 2009 كده، وبعد كده كملت في الموضوع ده هنا في المانيا. يمكن شفت ان الحالات في المانيا الناس عارفه ان هو مثلا بعد مرحله معينه من العلاج بتلجا المريضه مثلا حد دكتور علاج الم او كده، انما هي كانت الثقافه ديت يعني مش معروفه قوي مثلا عندنا في الوطن العربي او في مصر او كده. هو اكثر كنا بنشتغل على حالات مثلا الم الظهر، الم الاورام او كده، انما كثقافه علاج الم بالنسبه للمرض ان انا بقول انا دلوقتي انا باخد العلاج الدوائي مثلا بتاع الاندوميتريوزس من علاج هرموني او العمليات الجراحيه اللي بتتعمل، بس بالتوازي مع اللي بيحصل دوت انا لازم ابقى ماشي مع متابع موضوع الالم بتاعي، اشوف انا العلاج بتاعي هيبقى ماشي ازاي. برضو الجانب النفسي بتاع العلاج الالم المزمن دوت، ده كانت دي بتبقى مشكلة كبيرة عندنا في الاندوميتريوزس، لأن ده من الأمراض اللي بتقابلنا في علاج الألم المزمن اللي المريضة سنها مش كبير، وفي نفس الوقت برضو ده مش مرض مش مريضة أورام أو مريضة مثلا عندها مشكلة مزمنة في القناة العصبية أو حاجة، إنما لا ده دي مريضة صغيرة سنها صغير على سن مثلا حاجة و30 سنة، بتبقى مهددة مثلا ان هو كعلاج نهائي للآلام المزمنة ديت مثلا استئصال للرحم او حاجة، فبتبقى الموضوع مش سهل بالنسبة للمريضة. طيب علاج الألم عندنا بيبقى ماشي ازاي؟ هو بالنسبة لعلاج الألام بتاعت الاندوميتريوزس يعني الجايد لاينز كلها بتتكلم ان احنا هنستخدم المالتي مودال بين سيرابي
المالتي مودال بين ثيرابي دوت، يعني احنا بنستعمل علاج دوائي لعلاج الالم، زائد طبعا العلاج الجراحي بتاع زمايلنا دكاتره النساء او اي تدخلات هرمونيه او كده، الكلام ده هو بيبقى ماشي، زائد علاج دوائي. النقطه الثانيه في المثلث بتاع المالتي مودال بين ثيرابي دوت، ان هي بيبقى فيه بيبقى عندنا المريضة بيبقى ليها علاج نفسي، لأن العالم النفسي ده عامل مهم جدا. النقطة الثالثة اللي بتبقى عندنا برضو بالنسبة للمريضة ده، هي أن المريضة لازم بتبقى عندها طبعا في لو في متابعة مع مركز بتاع علاج طبيعي أو كده، لأن العيان يبقى في يوصل لمرحلة أن هو يرجع للحياة الطبيعية تاني، محتاج ان هو يبقى انفولف في كل الأنشطة الطبيعية بتاعة الحياة بتاعته، ان هو يبقى يرجع تاني للحياة، يعيش حياته تاني، يبدأ الأنشطة اليومية بتاعة في الحياة بتاعته تبدأ ترجع تاني، ان هو يبدأ يتحرك، المريضة تبدأ تتحرك من أول وجديد، تعرف ان الألم ده هو مش حاجز قصاده ان هي تعيش حياتها الطبيعية تاني. ترجع تاني حياتها الطبيعية. بالضبط، ده اللي هو المالتي مودال بين ثيرابي. بعد كده بالنسبه للحالات المتقدمه او الحالات اللي فيها مشاكل علاجيه جامده، بعد كده بيبقى طبعا عندنا الانترفنشنال بين ثيرابي، ان هو في تدخلات ممكن تتعمل بعد كده، سواء علاج للاعصاب او غلق دايم للاعصاب اللي واصله لمنطقه الحوض، بس الكلام ده هو بيبقى في المراحل المتقدمه او من المرض اللي بيبقى بقيه العلاجات الطبيه استنفذت يعني، وبيبقى فاضل عندنا خلاص ما عادش فاضل منطقه ان انا في مشكله عندي في الاعصاب اللي واصله لمجال المنطقه بتاعه الحوض دهيت، فممكن يتعمل تدخل، يعني تدخل بسيط او تدخل محدود للتحكم في الالم ده هو، بس طبعا ده في المراحل المتقدمه يعني. تمام، وزي ما حضرتك قلت يا دكتور روماني، احنا كمان الفيزيكال ثيرابي بقى وعلاج الطبيعي، معلش عشان انا ايه علاج طبيعي فلازم اتكلم عن دورنا. فاحنا كعلاج طبيعي، انا كمان تخصص صحه المراه او يعني نساء، عندنا بيبقى دايما تبقى المشاكل اللي هي بتيجي للسيدات من الاندوميتريوزس، ان هي ممكن يبتدي زي ما كلكم حضراتكم قلتوا ان هي مشاكل في الحوض او في عضلات الحوض، او هي مش قادره تمارس حياتها الطبيعيه. فقد ايه العلاج الطبيعي والتمرينات اللي هي الاسترتشنج او الاسترينسنج اكسرسايز، قد ايه ممكن تخلي الالم ان هو اكسبتد، ان هي تقدر تحمله بشويه اكسرسايز لو جت للعلاج الطبيعي، ان هي ممكن يخلي حياتها تختلف، حتى لو هي بتاخد ميديكيشن وكل حاجه، بس ان انا ممكن ارجع تاني الدنيا، السيركيوليشن تتظبط او الدوره الدمويه، ان الاندورفين يرجع يزيد، ان انا اعمل لها ريلاكسيشن، لان هي من كتر البين او الالم الشديد تبقى عضلاتها سبازمت كلها مشدودة جامد، فإن أنا ممكن بالعلاج الطبيعي إن أنا أخلي العضلات تاني إن هي تسترخي تاني أو ترجع تاني للتون الطبيعي بتاعها، وإن أنا الهرمونز اللي هي اللي بتظبط حوار الألم تتحسن، فبالتالي إن أنا ما لجأتش لحاجات أكبر من كده، إن هي بس بالعلاج الطبيعي في الحالات طبعا اللي هي اللي مش متقدمة قوي، مش محتاجة جراحة مناظير أو حاجة، إن هي ممكن يبقى ليها دور فعال العلاج الطبيعي. بالظبط، وهو الفكره دايما اللي احنا اللي لقيتها مع المرضى، هو انا هنا دلوقتي شغال في يعني مركز بتاع علاج الم، بس مركز عياده عيادة مركز عيادات يعني، قبل كده كنت شغال في علاج مستشفيات فيها شتاسيون او اسم بتاع علاج الم، دايما كنا بنلاقي ان المريض اللي بيجي قبل ما يعمل علاج طبيعي وقبل ما يبقى انفولفد في برنامج بتاع علاج طبيعي بيبقى حياته حاجة، وحياته بعد العلاج الطبيعي بيبقى بعد ما يبقى مثلا قعد شهر مثلا في المستشفى في برنامج علاج طبيعي مكثف وبرنامج دوائي ومتابعة مكثفة، بيخرج المريضة أو المريض اللي بيجي بيخرج بني آدم تاني خالص، هو بيبقى حياة تانية جديدة. هو والله كلام المشكلة حضرتك كلها دوت إن إحنا شرف لينا دكتور روماني، والله لا عن دورنا العلاج الطبيعي. لا بجد، هو المشكلة كلها إن إحنا عندنا الثقافة اللي هو العيان اللي عنده وجع ده يقعد في السرير هيتحسن، لا اللي عنده وجع ما بيقعد يقعد في السرير ما بالظبط، بيتحسنش، الألم حياته بيزيد بتقف. والمشكلة بتاعت الألم بتبقى أكتر. وفعلا حاجات تمام، مهمة جدا إن إحنا يعني بطريقة ما يعني إن هي تبقى في مصر أكتر من كده. دكتورة إسراء يعني كعلاج طبيعي ودكتور روماني كعلاج ألم،
من غير يعني هو العياده بتاعته لعلاج الالم المزمن، ودكتور علي كعلاج نفسي. يعني مصر فيها جراحين، فيها دكاتره تاخر انجاب، لكن الثلاث اجزاء دول فعلا للاسف مش موجودين في ثقافتنا للاسف. الحاجه برضو اللي حابب اقولها هنا، الفكره كمان في الـ في الاندوميتروزس، هي فكره الدايره دي على بعضيها بقى، فكره انك تتعامل مع الحاله مش، ودي مشكله بشوفها ممكن موجوده في مصر حتى، مش بس في الاندوميتروزس، حتى في حاجات تانية زي الاورام او حاجه، فكره ان كل واحد بيشتغل لوحده. صح. فانا مثلا دكتور، لو انا افترضنا دكتور اورام، انا جراح حاجه هشيل الورم والحمد لله انا خلصت، لا في اشعاع روح لبتاع الاشعاع ده في حته تانية، روحي مفيش فكره النتورك اللي بتبقى موجوده بالظبط حاجات كتيره. صح يا دكتور. بحيث لانه الحالات اللي زي دي ما بتبقاش حاله بتاع جراحه، يعني هي لو جت هنا لوحدي مش كفايه، انا جزء، هي عايزه تيم وورك مع بعض، الطب النفسي جزء، البين والحاجات ده جزء ثالث، في جزء ثاني الجزء بتاع مشاكل الانجاب. كل هنا الميزه ان كلنا نشتغل مع بعض، في حتى هو يعني دكتور محمد ابراهيم موجود اهو، بيبقى في عمليات معينه لازم نرجع للاماكن الاي بي اف او كده نسالهم قبليها، لانه بالذات الحاجات اللي ليها علاقه بالشوكليت سيست او كده، لانه لو الموضوع ده متكرر كذا مره ممكن انا لو عملت عمليه تانية زياده تاثر على فكره ان هي بعد كده تروح عنده، لان هو انا بس يمكن عايز اسيب لك النقطه دي تتكلم فيها على بالذات على الانتي ميلرر هرمون ومشكله انك لو كل شويه بنشيل الشوكليت سيست دي ما فيش ريزيرف بعد كده موجود عندها بعد كده في الاوفر. ففي نقطه ما ينفعش انا كجراح افضل اشتغل لوحدي عمياني وانسى جزء ان الست دي عندها مثلا معلش ساعدني كده فونش تاني بالانجليزي او بالعربي معلش تاخر الانجاب معلش انا اسف اتعلم لكم لغه ثانيه معلش فالواحد بس عشان قله استعمال الكلام مش اكتر دي كانت مشكله تاخر الانجاب ما اقدرش انا كجراح اشتغل فيها لوحدي وانسى دكتور الاي في اف لازم في بيني وبينه حوار طول الوقت عشان انا ما ضرهاش وابقى فرحان ان انا عملت عمليتي وخلصتها الحمد لله بس هي بعد كده ضرتها وهي رايحه له بعديه ايوه انا بقى عايز فعلا اسال مهمه جدا في وده الدور هنا يعني زي ما دكتور شادي بيقول هو عارف احنا الاثنين شغالين على الموضوع ده بقى لنا فتره اللي هي السيرتيفيكيشن بتاعه اندوميتروزس يعني سنتر للاندوميتروزس ان يبقى فيه فعلا سنتر او مكان هنا عشان يحصل الكلام ده لازم يبقى فيه نتورك زي ما دكتور شادي قال ما بين الجراح ما بين دكتور محمد ابراهيم ما بين دكتور روماني ما بين دكتور علي. طيب انا عايزه السؤال ده بس مهم يا دكتور محمد معلش انا اسف مقاطعه حضرتك بس هل موضوع بطانه الرحم المهاجره في المانيا وعلى مستوى العالم كتير قوي كده ان يبقى عندكم في سنتر لتخصص جوه تخصص امراض النساء والتوليد يبقى في تخصص لمرض يعني هل الموضوع نسبته عاليه قوي كده في العالم؟ طبعا يعني 10% من الستات مش 10% من الستات وقرب ال 50% من الستات اللي عندهم تاخر انجاب 10% اللي تعرفوا بس 10% الدياجنوزد يعني يعني بنتكلم في رقم يعني واحده من كل 10 مش قليله خالص طبعا كل 10 في الدول اللي فعلا فيها اورينتيشن يعني يعني ممكن مصر ممكن النسبه تكون اكبر من كده ما حدش عارف بالظبط. طب دكتور محمد جمال مركز اطفال الانابيب في حد ذاته بدون قطع كلام الدكتوره اسراء يعني انا ممكن اكاد اجزم ان انا بشوف تقريبا من 40 ل 50% من الحالات اللي بتخش لي المركز في اليوم بيبقى عندهم بطانه مهاجره باشكال مختلفه يا اما بطانه مهاجره خفيفه يا اما مرتجعه رجعت تاني عمليات اتعمل 3-4 مرات النسبه عاليه جدا. لو بنتكلم في الجنرال يعني انا لو هروح مثلا هروح خش على البنك وهلاقي مثلا في 100 موظفه شغاله منهم مثلا 10% عندهم بطانه مهاجره، لكن لو رحت عند دكتور روماني بتاع الالم وقاعد قصاده ستات هتلاقي النسبه توصل ل 50%. لو جيتي عندي في مركز اطفال انابيب النسبه توصل ل 50% يعني نص السيدات. لو جيت رحت للدكتور محمد ابو زيد او الدكتور شادي في الجراحات هتبص تلاقي نسبه السيدات المصابات بطانة المهاجرة اللي عندهم آلام البطن المزمنة بتوصل ل50%، يعني واحدة عندها والتانية لا، فهو مرض منتشر جدا منتشر جدا جدا. احنا بنتكلم على مستوى العالم حوالي 200 مليون سيدة، العدد يفوق عدد الناس اللي عندهم سكر. احنا بنتكلم في الناس اللي عندهم سكر على مستوى العالم ستات ورجالة، احنا بنتكلم رقم كبير 200 مليون سيدة
200 مليون سيدة بس دي عدد هي زي دولة زي البرازيل، ده دولة زي كتير البرازيل قوي كلها يعني، عندها المشكلة. يعني هو انتشاره بس هو ممكن يكون منتشر قوي بس مش كتير بيشخصه او مش كتير بتروح تكشف عشان بس هي عندها وهي ما تعرفش. لا، طب يا دكتور وفي انا في نقطة بس يعني ممكن أقولها سريعة كمان، في مشكلة كمان تانية، مش بس إن إحنا بنتكلم في 1 من 10، في مشكلة كمان تانية إنه كمان في جزء تاني من العيانين بيروحوا في أماكن ما فيش خبرة عند الجراح اللي موجود هناك بالمرض نفسه، فممكن حتى بتعمل يعني أنا كان بيجي لي حالات عاملة مناظير في أماكن تانية وفي حاجات ما تشخصتش في ما تشخصتش. فالفكرة كلها ان وده برضو نفس الفكره اللي كان دكتور ابو زيد بيقولها دلوقتي، فكره السنتر وفكره ان اروح لواحد ده تخصصه متخصص فعلا، لانه مش كل واحد سواء تبدا من اول السونار اللي بتعمل، مش اي دكتور نسا هيقدر يعمل سونار متخصص للموضوع ده، ومش كل دكتور نسا بيشتغل مناظير يقدر يشتغل اندوميتروز لانام، تعتبر انا بشوفها اصعب من الاورام يعني، لان هي فعلا اصعب من الاورام، يمكن لان اصعب الاناتومي، الاناتومي مش هو اناتومي زي ما هو الدكتور ابو زيد من شويه كان بيتكلم على الفروزن بيلفس، انا في الاورام على الاقل عارف كل حاجه في مكانها، لكن في منتشر الاندوميتروزز فكره الفروزن بيلفس كل حاجه داخله في بعض، غير كمان انا في علاج محتاج الاورام اشتغل التاني بشكل معين عشان ما اعورش مثلا حالب او اعور بالظبط. حاجه، الدنيا طب اسهل يا بالنسبه دكتور لي في الاورام لان عارف كل حاجه مكانها فين. خصوصا طب علاج كمل. الاورام يا شادي، يعني السن نفسه بيبقى مختلف، يعني طبعا البنت اللي عندها فروزن بيلفس او الست اللي عندها فروزن بيلفس بتبقى عمرها صغير، فهي مش علاج الاورام حتى، انت يعني في اللي هو الديبالكينج او التيومر ريدكشن، اللي هو انت ما بتبقاش اورينتد قوي على الاورجنز، انت بتحاول تقلل التيومر يعني او تشيل بقدر الامكان او انت طب فاهم، يا دكتور معلش لكن دكتور محمد الست انا كنت عايز الصغيره اتفضل يا دكتور. لازم يبقى فيه حفاظ على الفانكشن نفسه بتاع بالظبط الاورجنز، بتاع الرحم، بتاع الانابيب، بتاع المبايض، ففعلا من يعني من اصعب الحاجات. طب دكتور محمد ابو زيد او دكتور شادي انا عايز اعرف هو اي اللي هو الشوكليت سيست ده اي سيست باي حجم لازم نشيله ولا ممكن لا ما نشيلوش، يعني اي حد عنده اندوميتريوز او في بدايتها زي ما بنقول اكتشفت بالاعراض، والدكتور محمد جمال ابراهيم يعني استفاض في الموضوع ده كتير وعملنا الهيستوري وعملنا الدايجنوزز وخلاص اثبتت ان هي عندها اندوميتريوز لازم اشيلها على طول ولا على حسب حجمها ولا يعني امتى اقول انا لازم اروح دلوقتي حالا اشيليها او تعيشي معاها تبقى يعني على حسب ايه؟ الفكره بتفرق كذا حاجه، يعني اول حاجه لو انا جات لي حاله وكانت عندها الشوكليت سيست مثلا على المبيض الشمال وانا عارف ان هي عامله عمليه قبل كده في نفس المبيض دي وشايله واحده، هل دي اول مره تجي لها ولا تاني مره او تالت مره؟ الحاجه التانيه اللي انا يعني بعملها للحالات دي هي فكره الـ 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 ان اشوف قبل العمليه لو دي تاني مره او تالت مره الانتي موليرال هرمون بتاعها عامل ازاي، لان ده بيفهمني شويه الريزيرف اللي عندها بتاع المبيض عامل ازاي. والحاجه الثالثه، هل يعني لو دي اول مره احنا بنشيل الكيس على بعضه كامل، لو تاني مره على الجايد لاينز اللي في المانيا لو دي تاني مره في نفس المبيض الاحسن ان هو الواحد مجرد ان هو يفتح يفضيها بس، يعني اللي هو بيسموه ما دام يعني، دخل لانه المشكله الوحيده ان انا لو كل مره هعمل كده، انا كانت عندي حاله عندها 28 سنه الانتي ميلين هرمون بتاعها كان قليل جدا، يعني انا يعني قريب لواحده هتكون قريبه من انقطاع الدوره من سن ال 50 سنه، يعني كان اقل من واحد، ودي كانت عيانه عندها تاخر انجاب ونفس المشكله. فهي الفكره لو انا كل مره هخش هيجي لها الشوكليت سيت اشيلها كامله مش هيتبقى حاجه في المبيض ده بعد كده. طب هل الست دي راحت عند دكتور محمد ابراهيم مثلا وهو وعامله تخزين بويضات مثلا متشاله بحيث ان انا يبقى اقدر اشتغل اكتر، ولا استنى الاول ان هو يعمل لها الموضوع ده بعد كده تجي لي؟ فتفرق قوي هل دي اول مره تمام حصلت قبل كده كذا مره، الانتي ميلانين هرمون بتاعها الريزيرف اللي عندها بتاع المبيض بتاعها عامل ازاي؟ دي حاجات كتيره مهمه قبل الجراحه، وهل هل هخش تاني اشيل ولا الاحسن انا اخش بس افتح افضي الكيس ده وما احاولش اشيل تاني عشان احافظ على ما تبقى عندها من الريزيرف اللي موجود في الاوفر في المبيض. طيب دكتور محمد جمال ابراهيم انا شايف محمد.
انا في تقييمي للاكياس الشوكولاته زي ما الدكتور شادي تفضل والدكتور محمد ابو زيد، دايما بشوف الحجم بتاع الكيس الشوكولاته، الاحجام الصغيره اللي هي الواحد 2 سم ما تقلقنيش قوي، لازم اشوف هو على ناحيه واحده ولا على ناحيتين، لان كل ما بيزيد الحجم وكل ما بيزيد الناحيه المصابه من المبيضين بكيس الشوكولاته كل ما بيقل مخزون البويضات. مخزون البويضات هي عباره عن سله بويضات، الست اول ما بتتولد بيبقى ربنا بيديها سله معينه بعدد معين من البويضات، توصل حوالي 1 الى 2 مليون بويضه، هو ده عايشة بيه على طول، ما بيزيدش تاني. لا ده بيقل، احنا بعد بالظبط. ما اول نزول دم الدوره الشهريه في سن 12 13 سنه السيدات بيفقدوا اكثر من 50% من المخزون ده، يعني اكثر من 50% بيبقى راح. بعد كده بنتكلم في سن 12 13 سنه لغايه سن 50 سنه، كل شهر فيه 400 الى 1000 بويضه بيختفوا، بيبقوا فانشنج، بيموتوا، وبالتالي في فقد على طول. طيب لو احنا حطينا بقى عليه ده كيس شوكولاته فخد المكان بتاع البويضات، فدي بويضات ماتت، طب دخلت عملت جراحه شلت كيس الشوكولاته فشلت كمان معاه مخزون او جزء من هو من انا بشيل المبيض. كمان من البويضات يا دكتور؟ يعني انا دلوقتي جيت بعمل للاسف عمليه ان انا بشيل تشوكلت سيست، لازم كمان اشيل جزء من ال للاسف دي لان صعبه. هو عباره عن سقاط، هو فيبروزس، انسجه خلويه. احنا اتفقنا من البدايه ان بطن المهاجره هو عباره عن مرض في التهاب مزمن، والالتهاب معناه تمام. سقوط، وبالتالي ما اقدرش افصل، ما اقدرش اطلع الكيس الشوكولاته ده زي البرتقانه وبقشرها، لا الموضوع مش كده، ده انا طيب بفتت منها كل حته بتتكسر مني وباخد جزء من العضو السليم كمان، وبالتالي طيب ده النقطه. والنقطه الثالثه بس احب اوضحها كمان، الاعراض مهم جدا. لو الست جايه لي باعراض شديده بتاعت اعراض دم الدوره، الام الدوره الشهريه وي وي وي، وجربت علاجات هرمونيه وما جابتش نتيجه وكيس كبير، في الحاله دي انا بشوف والله لو المخزون كويس ببعتها للجراح واقول له خلي بالك هي عندها رغبه في الانجاب، حافظ على المجد على قد ما تقدر بس نشيل الكيس. او انا شايف بالسونار الكيس مش مطمني. يعني ايه مش مطمني؟ في اكياس شوكولاته في الاغلب بنسبه 98%، يعني كل 8 من كل 100 عندهم كيس شوكولاته، في 98 منهم اكياس الشوكولاته بتاعتهم شكلها كويس جدا ما فيهاش اي حاجه، كيس شوكولاته بقدر احلف عليه بالسونار. في 2%، يعني في 2% من الحالات ممكن يحصل فيه تغيرات في كيس الشوكولاته ان يديني حاجه اورام. انا مش عايز اقلق الناس، هو الكيس الشوكولاته هو كيس حميد في الاغلب، احنا بنتكلم في 98% من الحالات، لكن انا لو شكيت في السونار ان في حاجه تانية، في علامات انا شايفها، وهي دي بتيجي بقى النقطه ان انت تخصصك في هذا المجال وتخصصك ان انت تبقى شايف، يو سي وات يو نو، انت بتشوف الحاجه اللي انت عارفها. فانت لو انت عارف انت بتشوف ايه وبتدور على ايه بالظبط، لو لقيته بتبقى يا مطمن يا بتبقى قلقان، وفي الحاله دي ده بيأثر على القرار بتاعي اشيل الكيس ولا ما اشيلش الكيس. طيب يا دكتور تمام جدا. طب انا دلوقتي لو انا واحده متزوجه وخلاص ما عرفتش ان انا عندي الاندوميتريوز ده غير بعد الجواز بسبب تأخير الحمل، وعايزه احمل، خلاص انا عرفت ان عندي كده عايزه احمل، فاعتقد دوت يعني باذن الله ده دور حضرتك بقى معانا اللي هي حوار الاي في اف او اطفال الانابيب او الكلام ده كله. راي حضرتك من شغل حضرتك بقى نسبته، نسبه نجاحها او ان هي تبقى ام، لان دي اكتر مشكله اعتقد هتعاني منها بعد كده، وزي ما دكتور علي قال لنا ان هي ممكن توصل للدبريشن. طيب نسبة نجاحها قد إيه موضوع الأطفال الأنابيب مع الحالات خلاص اتشخصت وأكيد إندومتريوزس قد إيه؟ طيب أنا عايز أول جملة أقولها، عايز أكسر الأكلاشيه بتاع بطانة مهاجرة معناها طفل أنبوب. لا، بطانة مهاجرة مش معناها على طول يا جماعة طفل أنبوب. بطانة مهاجرة أنت ممكن يكون عند حضرتك بطانة مهاجرة بسيطة خفيفة وتحملي بالطريق الطبيعي، ممكن تكون طمنتنا. محتاجة حاجة تانية بسيطة فقط، هي عبارة عن شوية تنشيط تبويض، حقن تفجير تبويض، ممكن تلقيح اصطناعي، حاجة بسيطة خالص ويحصل معاها الحمل. عشان كده الحمد بنرجع لله. نقول تقييم الحالة. تقييم الحالة ما تنساش الزوج، رقم واحد كده لازم أقول الزوج، يعني لما بتجيلي حالة تقول ده أنا عندي والزوج يقول لي لا ده أنا مش هعمل تحاليل، ده هي عندها بطانة مهاجرة، أقول له ايوه لازم تحلل، لازم تشوف، لأن الزوج ممكن يكون هو عليه العامل، ده ممكن يغير القصة خالص. لو الزوج عنده حاجة معلومات ضعيفة بكلف حقن مجهري، ما عادش سبب الحقن المجهري بسبب بطانة المهاجرة، ده بسبب الزوج، بسبب حالته المنوية اللي فيها. احنا مش عايزين نوزع المسؤولية على حد، لكن احنا عايزين نقيم بالظبط.
فلو هي الزوج احنا عندنا العامل موضوع الزوج دوت، انه اصلا انا اسف مقاطعة حضرتك يا دكتور، بس ان الزوج اصلا يكشف او يحلل ديت مشكلة عندنا في كبيرة مصر مش حاجة سهلة. سهلة انا صحيح زي الفل، انا تمام، روحي شوفي انت نفسك، انا مش عارفة ايه والكلام دوت كله. فممكن ما يكشفش بس الاكزامينشن زي ما حضرتك بتقول، عشان خاطر بس ايه النفسية والكرامة والحاجات بتاعت صحيح، الرجالة دي. ملهاش علاقه خالص لا بالكرامه ولا بالنفسيه. بقول له زي ما بنفحص الزوجه زي ما بنفحص مراتك صح يا دكتور، وخطا ده، ما بالعكس انت ميزه عند الراجل هو بيبقى فحص المنوي، ما بنعملش حاجات كتير. يمكن عند السيدات بنسحب عينات دم وبنعمل سونار وبنعيده مره واثنين وثلاثه وبنشوف، يعني هي بتتحمل الموضوع بشكل اكبر كتير. الزوج بيبقى يا دوب ان هو بيدي عينه المنوي، عشان كده الزوج لازم يكون معايا في التقييم، وبعد كده بخش اقيم السيده. خلينا نقول بشكل عام لو انا عندي سيده صغيره يعني عمرها اقل من 35 سنه، الحيوانات المنويه بتاعت الزوج سليمه، والبطانه المهاجره اللي عندها سواء اكتشفتها بالمنظار او شفتها بالسونار بطانه مهاجره بسيطه، ممكن ابدا معاها حاجات بسيطه خالص اللي هو عباره عن علاقه زوجيه مع تفجير البويضه، يعني ان انا انظم العلاقه الزوجيه في الوقت المناسب، او ان انا اعمل حاجه اسمها تلقيح اصطناعي. تلقيح اصطناعي معناها ان انا بحط الحيوانات المنويه داخل الرحم، بدل ما بتنزل في المهبه في العلاقه الزوجيه وتقعد تسبح فوق وتاخد مشوار طويل، لا انا باثر عليها المشوار، ادخلها في قلب الرحم ومنها الى انابيب فالوب. في بعض الحالات انا بنصح ان احنا نعمل قبلها منظار لو ما حصلش منظار، عشان اشوف الانابيب فالوب سالكه ولا لا. وبالمره ببص في البطن لو في بطانه مهاجره بنشيلها. شيل البطانه المهاجره لو كانت بسيطه في هذه الجروب يعني في المجموعه دي من السيدات بيزود نسب حدوث الحمل حتى بالطريقه الطبيعيه من غير اي تدخل. فانا عايز اكثر اول حاجه الاكلاشيه بتاع البطانه المهاجره بتاعت تساوي على طول طفل انبوب. طيب في جروب تاني انا بروح له اقول له لا انت محتاجه طفل انبوب. السيده دي بتبقى عند جايه سيده متقدمه في العمر، يعني بنتكلم فوق ال 35 يعني 37 38 40 سنه، هنا فرص النجاح بتقل طبيعي بسبب السن مش بس عشان البطانه المهاجره. تاني حاجه بيجوا وتقول لي ده انا معايا تقرير عمليه كانت عند دكتور محمد دكتور شادي، ده جايه ببطانه مهاجره من الدرجه الثالثه الرابعه، ومعاها في مشكله في الانابيب، البطانه المهاجره قبل كده ما اتشالتش كومبليتلي، ما اتشالتش كلها، الزوج تحليله زي الفل ما فيش اي مشكله. في الحاله دي انا افضل طفل الانبوب في هذه الحالات. ليه؟ لان طفل الانبوب مقارنه بالتلقيح الاصطناعي او بحدوث العلاقه الزوجيه، هنا نسب الحمل هتفرق، هنا بقى اللي هيفرق معايا نسب الحمل كتير. طيب التايم فاكتور، هل عندنا نسب نجاح في طفل الانبوب بشكل عام؟ اه طبعا نسب النجاح موجوده، الامل عند ربنا على طول وما نفقدش الامل في اي شيء، الامال موجوده، لكن كل ما يبقى بدري كل ما يبقى احسن. كل ما اروح بدري لمركز اطفال الانابيب وخاصه لو اتشخص عندي بطانه مهاجره، كل ما بكسب الفرصه التوقيت السليم والتوقيت السريع ان انا اخد نسب نجاح الى حد كبير عاليه. بنتكلم تقريبا وبنتكلم ده على نسب النجاح هنا في المانيا، طفل الانبوب في الفتره ما بين سن 35 لسن 25 سنه او من 25 ل 35 سنه، يعني السيدات اللي هم صغيرين، كان نسب نجاح من 40 الى 50%، يعني تقريبا واحده هينجح فيها والثانيه لا. بعد سن ال 35 لسن ال 40 دي منطقه بنسميها جراو او منطقه جراي اللي هي المنطقه الرماديه، نسب النجاح بتبقى اراوند ال 35%. بعد سن ال 40 نسب النجاح بتقل وبتقل بنسبه كبيره، يعني بننزل من ال 30 لل 20 لل 15 لل 5%. بعد سن 45 46 سنه بنتكلم في نسب نجاح لا تزيد عن 2 3% مع طفل الانبوب. طب يا دكتور، هي دلوقتي الحمد لله حملت، اوكي، سواء مثلا طبيعي او مع حضرتك، وعندها لسه بطانه رحم مهاجر، هل دوت ممكن يعمل لي خطوره على الحمل نفسه؟ يعني ممكن بعد ما تحمل يحصل لها ابورشن بسبب او اجهاض يعني بسبب دوت؟ يعني هي خلاص حملت، يعني عدينا اول مرحله صعبه وحملت، وات ايفر الطريقه كانت ايه زي ما حضرتك قلت بتختلف. طيب انا لسه عندي برضو بطانه رحم مهاجره، ده ممكن يقلل فرص ان انا اتم شهور الحمل بتاعتي؟ خلينا برضو اخد جمله اساسيه، حتى الان مفيش حاجه احلف عليها اقول البطانه المهاجره سبب في زياده الاجهاضات وهتفقدي الجنين ومش هتوصلي لمرحله ان انت تولدي وينزلك بيبي هيلث. لكن في دراسات ظهرت في الفتره الاخيره تفحص السيدات بتوع الاندوميتريوز، بس عملوا سيلكشن اكتر للحالات اللي عندها بطانه رحم مهاجره متقدمه، مش اللي هو السيمبل، مش اللي هي البسيطه، ولاحظوا ان السيدات دول بيبقى عندهم مشاكل اكتر في الحمل من السيدات اللي ما عندهمش بطانه مهاجره. خلي بالكم من الكلام، انا بتكلم السيدات اللي ما عندهاش بطانه مهاجره برضو عندهم مشاكل، لكن اللي عندهم بطانه مهاجره هيبقى المشاكل بزياده شويه. في ناس قالوا نسب الاجهاض بتزيد، وخاصه في النوع اللي هو الادينوميوز اللي هو التغدد اللي بيبقى فيه بطانه اللي بيبقى فيه جدار الرحم، هو الرحم نفسه
في تهيج زايد عن اللازم فبيزود ساعات نسب الاجهاض. لكن هل نسب الاجهاض تزيد لدرجه ان انا اجي اقول انت ما عندكيش فرصه ان تحصل حمل؟ لا. وعشان كده انا دايما بقول بتاعه الادينوميوزس اللي هو السبيشال فورم ده بتاع البطانه المهاجره، بقول لها لا احنا يعني نتوكل على الله ونشوف، او بحضرها بتحضير تاني هرموني مختلف شويه لما بنيجي نعمل طفل الانبوب. ده النقطه الاولانيه. طيب نكمل بقيه المراحل الحمل. في مراحل الحمل في كلام طلع ان في اللي هي المشيمه المتقدمه، ان بتزيد نسبه حدوث المشيمه المتقدمه في السيدات اللي عندهم بطانه مهاجره. المشيمه المتقدمه معناها الطبيعي ان المشيمه تبقى لازقه في السقف بتاع الرحم زي البيت، فدايما اللمبه تبقى فوق، ما ينفعش اللمبه تبقى تحت، تمام. لكن لو المشيمه نزلت لتحت وسبقت راس البيبي بقت لازقه على الارض زي ما بنقول، هيبقى في مشكله، تعمل نزيف وي 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 وممكن تعرض لحدوث القيصريه. فقالوا ان في بعض السيدات اللي عندهم بطانه مهاجره شديده او متقدمه بيزيد عندهم حكايه البلاسينتا بريفيا. في بعض السيدات اللي بيبقى عندهم جراحات، عملوا جراحات سابقه اللي بطانه مهاجره اثرت على المهبل، يعني احنا شلنا جزء من المهبل لان كان في حته عقده من البطانه المهاجره موجوده في المهبل 2-3 سنتي واتشالت واتخيطت، فالحته دي بتبقى ضعيفه بتبقى ندبه. فمع الولاده الطبيعي والبيبي نازل وبيعمل ستريتشنج وبيعمل وبيوسع في قناه المهبل، احيانا الحته دي بتفتح من بعضها ويحصل النزيف اثناء الولاده او نزيف ما بعد الولاده. فاحيانا يجي لي التقرير من دكاتره برضو محترمين او زي الدكتور محمد دكتور شادي، ويكتب في الريكومنديشن بتاعه في العمليه ان احنا شلنا البطانه المهاجره وكانت بطانه مهاجره من الدرجه المتقدمه، وبننصح بعمل قيصريه لهذه السيده، لان هو شاف اثناء العمليه ان هو شال كتير من البطانه المهاجره من تحت في الحوض في مجرى الولاده او في قناه الولاده، وبالتالي ده بيؤثر عليها ان هو تحتاج ان هي تعمل قيصريه، وبالتالي نسبه القيصريه ممكن تزيد شويه في البطانه المهاجره. بس برضه ده مش جنرال، مش كلام، مش اي واحده بطانه مهاجره هتاخد على طول ختم ان هي تولد قيصريه، مش اي بطانه مهاجره معناها ان هي هتحتاج انبوب. طيب تمام يا دكتور. طب احنا كان عندنا بس اسئله كتير ابتدت تجي لنا، فهستاذن حضراتكم لو ممكن نجاوب بس عليها. تمام. طيب هي في هنا هو بتقول لنا ان هي بقى لها 10 سنين متشخصه ان عندها بطانه رحم المهاجره، وابتدت الفترة الأخيرة بتشتكي من الألم، لكن عمر ما دكتور النساء قال لها على موضوع العلاج الطبيعي أو إن هي حد كلمها إن في دعم نفسي. بالعكس الموضوع بيبقى للأسف طويل. فإحنا زي ما قلنا مع دكتور علي إن قلت حاجة إن تأثير الداعم النفسي جامد. أنا مش عارفة في ألمانيا عندكم اللي أنتوا قلتوا لي إن العلاج الطبيعي ليه دور في السنترز عندكم كبير، فانا انا هل دوت فعلا يعني في قسم العلاج الطبيعي بجانب طبعا العلاج النفسي؟ انا مش عارفه هي منين، هي من مصر او المانيا، دي هي مش قايله بالظبط، بس عشان كده بنرجع نقول ان من مصر. تمام. هي للاسف ده دورنا احنا بقى، احنا كمصريين ان احنا لازم يبقى فيه في كل المراكز كدهوت ان في دور العلاج الطبيعي صحه المراه. وللاسف التخصص دوت مش يعني احنا تمام، انا واخده الدكتوراه في صحه المراه بس مش كتير بيعرف، فده دورنا ان احنا نعمل توعيه ان العلاج الطبيعي ليه دور كبير جدا، ان هي ممكن يغني على الاقل الالم، يعني على الاقل لو احنا ما عالجناش البطانه نفسها بس الالم او العرض اللي بيجي لها موقف لها حياتها تماما، زي ما دكتور شادي كان قايل لنا ان هي ممكن ان هي تقدر تتأقلم عليه وان هي نسبته تقل. ونرجع برضو للدعم النفسي يا دكتور علي، انا قلت لحضرتك ده اكتر حاجه للاسف بتاثر كتير جدا على كتير من المرضى. بالظبط، الدعم النفسي مهم. الدعم النفسي المريض مهم انه يدعم هو نفسه، يفهم نفسه الاول ويفهم مرضه، دي اول حاجه. وبعد كده بتيجي النقطه الثانيه لدعم اللي حواليه ليه برضو. يعني في بعض الحالات ممكن يعني نطلب منها لو مثلا في ستريس من ناحيه الزوج، من ناحيه اهل الزوج، سواء ده في مصر او حتى في بعض الاحيان في المانيا، يعني بنستدعي الزوج، بنطلب منها انها تستدعي الزوج، ان الزوج يحضر معاها السيشن، ونبدا نفهمه، يعني نبدا نفهمه ان ده مش بيحسن الحاله او ان كده ده مش كويس لزوجتك، بالعكس انت كده بتعمل عليها ستريس، بتزود التوتر، الالم بيزيد، الوضع بيزيد، بيزداد سوءا. وبالتالي بنحاول نفهم الـ يعني زوج المريضة بوضعها الصحي وكيفية التعامل معها، دي نقطة.
والنقطه الثانيه زي ما حضرتك قلتي، لو في بقى ضغط من حول الاهل اللي حواليه هنفرح بيكي امتى، الكلام ده نفس الكلام بنفهمه للزوج. لو مثلا في ضغط من ناحيه اهل يعني اهل الزوج بنفهمه برضه انه لازم يتكلم مع اهله بشكل او باخر، يوضح لهم الصوره. مش لازم يتكلم عن المرض لان دي حاجه خاصه بالمريضه نفسها، بس هو ربنا يسهل. بالنسبه دي بالنسبه لشخصه، بالنسبه للبيئه المحيطه، بالنسبه لي اللي هي الناس الغريبه عنه، يعني بشوف ان الموضوع يعني ايه، يبقى فيه نوع من نحاول نتعلم التجاهل شويه. يعني مش لازم كل حاجه، وان كان مريض الدبريشن بيبقى في الاول عنده حساسيه زياده، ولكن زي ما قلنا مع الاكسبتنس ومع الخطوات اللي بنبدا نمشي فيها الموضوع ده ان شاء الله يعني بنحسنه بشكل او باخر فبيبقى احسن. انا عندي سؤال ليك يا علي، ازاي اعرف انا كمريض او كمريضه مزمنه بمرض مزمن ان انا دخلت في ديبريشن؟ ازاي اعمل انا التشخيص لنفسي ان انا اقول انا لازم اروح لطبيب نفسي؟ طب معلش ان انا اروح لطبيب نفسي بس دكتور محمد ابراهيم، هي بس الفكره ان مش شرط حتى يخش في ديبريشن، يعني هي مش شرط ان هي تبقى يعني ممكن انا قصدي ان انا في ديبريشن عشان برضو ما يبقاش عندي اوفر دايجنوزس، ما يبقاش كل الناس عندهم طنه مهاجره يقول لك انا عندي ديبريشن على طول. لان انا اعتقد ان علي كان اتكلم على ديبريسيف ابيسودز مختلفه عن الديبريشن، اعتقد دي انت هتوضحها احسن مني علي. تمام، هي الفكره زي ما قلنا اعراض الديبريشن اللي هي اعراض الديبريشن العاديه اللي هي ان المود بتاعه بيبقى مود سيء جدا، الحركه بتبقى قليله، وما بيروحش شغله، ما بيروحش مدرسته، او ما بتروحش شغلها، ما بتروحش مدرستها، حركتها في البيت في شغل البيت بتقل جدا. ثالث حاجه موضوع النوم بيبقى فيه اضطرابات شديده في النوم، وبرده من اهم الحاجات اللي هي فقدان الشغف. الشغف مثلا الهوايات المختلفه، الشغف بان هي تقابل اصحابها، تقابل قرايبها، بيبقى فيه اللي هي الزوتسالا روكسوج اللي هي يعني الانعزال الاجتماعي. بالظبط، الانعزال الاجتماعي ان هي ما بتقابلش الناس، ما بتخرجش باستمرار. النوم كتير يا دكتور ده من اعراض الاكتئاب؟ النوم كتير؟ نعم. النوم ممكن في بعض الاحيان النوم الكتير، ما النوم الكتير نتيجه ان ما فيش حركه، مش يعني يقول لك انا مش قادر اقوم من السرير، يعني دي بتيجي كتير، يقول لك انا مش قادر اقوم من السرير الصبح، فبفضل في السرير ما بقومش مثلا للساعه 1 2 3 العصر، تمام؟ فده ممكن يحصل، مش لا غالبا ما بيبقاش نوم، مش بيبقى نايم، بيبقى اللي هو مش قادر يتحرك من السرير. انا بحسه هروب يعني اللي مش هو، ما هي يعني ما اقدرش اقول هو مريض، فما اقدرش اقول ان هو بيهرب، هو مش قادر. احنا ما هي دي فكره، هي ده الخط الفاصل بين الدبريشن وقبل الدبريشن. قبل الدبريشن هو هروب زي ما حضرتك بتقول، انما بعد لما يدخل في الدبريشن لا، هو واقع في حفره، فهو مش قادر يخرج لوحده من الحفره دي. فعشان كده لما يحس ببعض الاعراض دي اللي هي مثلا سواء هو او مهم جدا برضو اللي هو السبورت من اللي حواليه يلاحظوا الاعراض دي، يلاحظوا ان في موده مش كويس، ان زي ما قلنا فقدان شغف ده برضو مهم، انه ما بيخرجش كتير، ما بيقابلش. طبعا طبيعه مجتمعاتنا مختلفه خالص عن طبيعه المجتمعات هنا، احنا على طول وسط الناس، احنا على طول وسط بابا وماما واخواتي واولاد خالتي واولاد عمتي، فاحنا على طول والستات في مصر على طول وسط الناس. فلما بتبقى منعزله بيحصل فيه انعزال، فلاقي اللي حواليه حتى ممكن ينبهها، لا طب ما يعني الموضوع اتكرر مره واثنين وثلاثه، طب ما يلا نروح للدكتور نفسي نشوف رايه ايه، نشوف يقدر يساعدنا يقول لنا ايه، هل ده في عندنا مشكله، هل ده فعلا في مشكله ولا لا الموضوع عادي. ودي برضو بتدخلنا في نقطه تانية، ده برضو يعني من اعراض الدبريشن او الدبريشن بيؤدي لي، او هو بشكل اكتر الدبريشن بيؤدي لي اللي هي الافويدنس بيهافير، ده اللي هو زي ما انا بقول الحاجات اللي انا كنت بعملها ما بعملش حاجه خالص. يعني تيجي تسالي المريضه مثلا انت بتعملي ايه، تقول لك الالم مخليني ما بعملش حاجه. مفيش حاجه اسمها كده، يعني ده الكونسيبت ده، يعني مفيش حاجه اسمها ان الالم مخليني ما اعملش حاجه. هنا دي هي دي النقطة اللي احنا بنتكلم في دايرة ألم، توتر، حالة نفسية سيئة. فاحنا شغلنا هنشتغل على التوتر، ان التوتر ده يتشال، يعني ده جزء. الألم كده كده موجود، ده يعني بنحاول نقلله على قد ما نقدر، ودي ما بتبقاش شغلتي، غالبا بتبقى شغلة الطبيب النساء او اللي هو معالج الألم، تمام؟ دي الألم ده مش هتبقى شغلتي انا كطبيب نفسي، انا بشتغل على نقطة التوتر والحالة المزاجية السيئة او الحالة النفسية السيئة. مهم جدا عندي ان انا التوتر ده يقف، نحاول نوقفه بقدر الامكان،
وبالتالي لما الالم يقل وحاله التوتر تقف الحاله النفسيه هتتحسن. كده هي الهرمونز بتختلف يا دكتور لما الالم بيزيد، ان ممكن الهرمونز يحصل لها يعني ديستربنس يعني او تتلخبط، فممكن تزود لي الالم اكتر بالظبط، اخش في السايكل زي ما حضرتك قلت فازيد ديبريشن اكتر. بالظبط تمام يا دكتور علي. طيب احنا كان عايز اتكلم حاجه صغيره برضو في الجزء النفسي، يعني نتكلم برضو على الجزء النفسي. طبعا بشوف ان دكتور نفسي مهم جدا في جزء اللي بشوفه هنا موجود في المانيا وبيساعد عيانين كتير جدا، فكره العيانين مع بعض اللي هو بيسموه ما اعرفش ايه بالعربي لكن اللي هي زيلبس هيلف جروب، اللي هي فكره ان عيانين في بعض وفكره ان العيان نفسها تحس انا مش لوحدي، مش انا بس اللي عندي الموضوع ده، فبيقعدوا مع بعض، ممكن يقعدوا بقى سواء يعملوها قعده واتساب يتقابلوا في مكان، بس يبقى كلهم عندهم تجارب. غالبا اللي بتبقى بتقود الجروب ده بتبقى واحده من العيانين اللي كان عندها يمكن تجربه بوزيتيف، ان هي مثلا كانت قعدت 5-6 سنين بتحاول تحمل وربنا كرمها في الاخر، فبتبقى عندها كمان حاجه ما تحكيها وللعيانين وتحسيهم ان في امل او حاجه، بس بتبقى جزء مريح قوي او مهم للعيانين فكره تجارب الاخرين اللي زيهم، انا مش الست الوحيده اللي عندها دي، لا دي انت كمان، طب انت عملت ايه في الموقف ده، تصرفت ازاي، طب لما دي بتفرق قوي جنب ان هي تبقى طبعا تروح لدكتور نفسي، فكره اللي هي جروب ستات اللي مع بعض اللي عندهم نفس المشكله. مظبوط صح يا دكتور، التجارب الشخصيه دي بتفرق يعني، غير يعني حتى لو حد سمع الكلام ده من دكتور غير لما انا اشوف واحده زي زيها بالظبط، زي زيها بالظبط كده، زي زيها واحده بالزبط. زي زيها واتحط في نفس الموقف وعدت منه ازاي، فدي دي برده بتبقى سبورت نفسي مهم قوي. طيب تمام يا دكتور شادي. طب احنا كان عندنا سؤال كمان، هي بتقول ان هي تشخصت من سنتين وعندها دلوقتي 30 سنة، بس الدكاترة قالوا لها ما تعمليش اي حاجة دلوقتي طول ما انت أنسة والألم محتمل، او بمعنى اصح المسكنات مشغلة معها كويس يعني الموضوع كنترول، فهل تفضل مستنية وتسمع كلام الدكاترة ولا الاحسن او الافضل تشيلها عشان الموضوع ما يزيدش؟ هي تشخصت ازاي بس الاول؟ مش أي هي قالت أنا شخصت على طول. وإيه التشخيص يعني، مثلا كيس شوكولاتة على المبيض ولا التشخيص كان إيه حسب درجة الإندوميتروزيس وحسب هي تشخصت إزاي؟ لكن عموما هي لو لسه ما اتجوزتش لحد 30 الأفضل إن العلاج ما يبقاش بس علاج ألم، يبقى علاج هرموني لحد ما يحصل زواج. هرموني افضل، احنا ما اتكلمناش عن العلاج الهرموني بقى على وجه التحديد عشان عندنا اسئله تانية، بس ممكن نروح كده بسرعه هنت بسيط يا دكتور على العلاج بقى الهرموني، احنا اتكلمنا عن الجوانب التانية والمناظير وده كله، بس العلاج الهرموني دوره ايه؟ انت كده وضحت لنا نقطه ان دوره بيبقى افضل للانسات زي ما انا كده فهمت من حضرتك، ولو الموضوع مش كبير. هي فكره العلاج الهرموني يعني ببساطه الاول بس نفهم، يعني لازم الواحد يشرح شويه ويقول شويه عن الاندوميتروزيس دي، ان الخلايا بتبقى خلايا حيه وبتستجيب برضو لتغيرات الهرمونيه في الجسم زي الخلايا اللي موجوده برضو في بطنه الرحم، وبسببها بينزل الدوره الشهريه كل شهر. فالعلاج الهرموني فكرته ان بيحصل سبريشن او بيحصل زي خمول للهرمونات اللي بتطلع من الجسم نفسه، فما بتأثرش لا على بطانة الرحم اللي جوه الرحم ولا على بطانة الرحم اللي خارج الرحم، فبيحصلها زي تنشف أو بتفضل ساكنة. هو العلاج الهرموني ما بيبقاش علاج كيوراتيف، يعني العلاج الهرموني ما بيبقاش علاج إن الخلايا نفسها أو الأجزاء المصابة بالإندوميتروزيس تشفى أو تخف أو الإندوميتروزيس دي تروح، هو بيبقى مجرد بيعمل زي خمول للخلايا أو بيبقى خمول للمناطق المصابة ببطانة الرحم المهاجرة عشان يقلل الأعراض ويمنع زيادتها أو يمنع انتشارها أكتر من كده، أو ساعات بنستخدمه بعد العملية عشان نحاول نقلل الأعراض بعد العملية، وبتبقى زي طريقة إن نقلل برضو الانتكاس بتاع المرض بعد العملية. فهي دي فكرة العلاج الهرموني، القصة مش في الألم بس، القصة يعني كأننا بنعمل فريز يا دكتور، معلش أنا كأننا بنعمل فريز إن الموضوع ما يزيدش مثلاً، يعني بالزبط. لو عندها حاجة صغيرة أنا خليها كدوت في الحجم دوت عشان ما يزيدش أكتر، يعني ما تدهوش مثلا زي المناظير. أنا عايز أضيف كمان نقطة في الحتة دي،
يعني تكملة لكلام دكتور محمد، مثلا دكتور اللي هو مسؤول عن الألم عندنا في المستشفى، قبل ما ابعت له الحالة أول سؤال بيسأله لي، أنت بدأت معاه بالهرمون ثيرابي ولا لا؟ لأنه الهرمون ثيرابي كمان هيساعده إن الست اللي هتجيله مش هتجيله الوجع بتاعها في أعلى درجة، هيبقى الوجع نزل شوية ويبدأ هو يكمل من هنا ينزل لتحت أكتر، فهو بيبقى محتاج إن الهرمون ثيرابي ده قبل ما هو يبدأ، لأنه يعني أو الاستراتيجي اللي هو الأفضل في الوضع زي ده هو الجراحة كبيز، لو في عندها اندوميتروز ان احنا نشيل الحاجات الاندوميتروز اللي عندها في جسمها ايا كان مكانها، وراه الهرمون ثيرابي نبدا بيه، وبعد كده اوديها للدكتور لو لسه بعد كل ده لسه عندها وجع رغم الجراحه ورغم ان هي كمان ماشيه على الهرمون ثيرابي، بتروح لدكتور اللي هو المسؤول عن علاج الالم ويكمل هو ورانا. بس هو بيحتاج البيز بتاع الهرمون ثيرابي ده علشان العيانه ما تجيلوش مثلا من السكيل مثلا 7 8 فوق، لا تجيله مثلا والوجع عندها اقل شويه ويقدر يكمل هو من ده، فما تحتاجش منه مسكنات قويه جدا، ممكن يديها حاجات اضعف شويه ما يطلعش معاه اعلى درجه. فالعلاج الهرموني هو اساس في الـ في الـ في الـ في الاندوميتروزز، يعني جزء اساسي. صحيح. العلاج الهرموني انا احب اضيف بس يا دكتوره اسراء، حكايه العلاج الهرموني لو حبينا نقسمه لمجموعتين كبار، في المجموعه الاولانيه من العلاج الهرمونات ان انا ادخل الست وكانها بديها الحاله وكانها حامل، يعني بديها الهرمونات اللي بتعلى اثناء الحمل، ان انا ندي بقى ادويه فيها يا اما هرمون واحد يا اما فيها هرمونين، يا اما هرمون بروجسترون بس لوحده او اخواته زي ما بنقول، او هرمون البروجسترون مع الاستروجين. الطريقه اللي بديها مختلفه جدا، يعني ممكن ادي حبوب، عندنا حبوب بتتاخد يوميا، في سيدات بتنسى فممكن اديها تبقى في صورة لولب مثلا هرموني بيطلع الهرمون على مستوى الرحم. الحالات دي أنا بفضلها جدا لو العينة جاية بتاعت البطانة المهاجرة عندها نزيف شديد مع الدورة الشهرية، عندها آلام الدورة الشهرية شديدة وعايزة كمان وسيلة لمنع الحمل لأنها ما عندهاش رغبة في الإنجاب، فبقول لها خدي الهرمون اللي هو اللولب الهرموني. اللولب الهرموني هيعالج الثلاث حاجات بحاجة واحدة بس، واللولب الهرموني بيقعد 5 سنين في قلب الرحم، وبالتالي مش هتنسى لو هي بتنسى ولا حاجة، وبيشتغل لوكال يعني بيشتغل على مستوى بس الرحم، فلو عندها مشاكل تانية صحية تمنع وهي قلقانة من الهرمونات فانت خدت حاجة بتشتغل يدوب لوكال على قد الرحم بس. ممكن كمان ده بنسميه فيرست لاين، يعني ده الخط الأولاني في العلاج، ان انا بدي هرمونات تشبه هرمونات حالة تعمل حالة زي حالة حمل كده في الجسم، هرمونات تدي هرمونات عالية للجسم، بس الهرمونات دي أنا بديها من برة ومن خلالها بقدر أثبط أو أهدي زي ما الدكتور محمد أبو زيد قال، إن أنا أعمل أنيم خالص الخلايا بتاعت البطانة المهاجرة، مش هتختفي لكن هتقل الأكتيفيتي بتاعتها، هتقل الأكتيفيتي جدا. وعشان كده زي ما الدكتور شادي تفضل، الدكتور الألم بيسأل الأول الهرمون السيرابي ابتديت ولا لا، لأنه بيقلل شوية من أعراض الألم، بيقلل عشان دكتور الألم بعد كده يخش على يقلل أكتر، دكتور النفسي كمان يخش يقلل أكتر وهكذا. وعشان كده بنتكلم دايما في علاج المرض البطانة المهاجرة هو it's not one man show، هو مش دكتور واحد بس اللي بيعالج كل حاجة، زي ما الزملاء كلهم تفضلوا في الأول، شوف احنا كام واحد تخصص وكلنا بنشتغل مع بعض more or less عشان العيانة، يعني هي العيانة الواحدة بيبقى ليها كونسولتو من أكتر من طبيب في أكتر من تخصص. طيب أرجع للمجموعة الثانية، إن هو لا انا ما فشل العلاج بالطريقه الاولانيه اللي هو الهرمونات هرمون واحد او هرمونين، في الحاله دي بخش في الطريقه الثانيه وهو ان انا ادخل الست في سن القياس، وكان عامل يعني بالبلدي كده الموبايل عندي مهنج خالص، فلازم افصل الموبايل بقى خالص، وبالتالي لازم ادي هرمونات توقف حركه الهرمونات خالص في الجسم خالص، وبالتالي اعملها وكان الست دي دخلت في سن القياس، بس ده بستخدمها في الحالات اللي فعلا حالات شديده من البطانه المهاجره وما استجابتش بالعلاج الاولاني اللي هو الفيرست لاين ثيرابي بتاع العلاج الهرموني، ومحتاج ان انا ادي حاجه اقوى، ان انا اخمل او انيم الهرمونات كلها اللي في الجسم، ودي بتبقى الحقن سواء حقن طويله المفعول اللي تاخد كل شهر او كل 3 شهور ممكن ان هي تاخدها، طبعا ليها اعراض جانبيه اكتر وليها مشاكل تانية صحيه. عشان كده دايما العلاج الهرموني لازم يكون حد متخصص، لازم يكون حد فاهم برضو ميكانيزمات العلاج الهرموني، هنتكلم بشكل بسيط خالص لكن في انواع كتيره وفي اسباب تخليني تبقى داخلية 3-4 عيانين بطانة مهاجرة كل واحد تاخد نوع مختلف.
اتناقشوا مع بعض كمرضى لو انت عارفه صديقتك بتاخد ايه، لكن ممكن العلاج اللي هي خفيف الهرموني ما يناسبكيش او العكس. دايما كل واحده بيبقى ليها حاجه معينه. انا الصوت يا دكتوره، الصوت دكتوره اسراء، اتصل يا دكتوره اسراء، هي قافل المايك بس محتاجه انت قافل المايك، المايك قافل تمام بالظبط. طيب يعني عشان نلخص كل اللي احنا حضراتكم قلتوه، ان هي الاول لازم نعتمد تشخصت ده كله على اساس ايه، طريقه التشخيص نفسها، وان هي لو الالم محتمل ان هي ممكن تاخد بقى، لازم الدكتور بتاعها هو اللي يحدد، ما ينفعش ان هو كلام كده، لازم ناخد هيستوري صح عشان نشوف مثلا حاجه زي الهرمونال ثيرابي او العلاج بالهرمون هينفع معاها ويبقى كويس معاها ولا لا. طيب وضيف عليها نقطه صغيره، هي الفولو اب، يعني هي خلاص عرفت ان هي التشخيص، متابعه. متابعه دي معناها ان انا متابعه سنويه بالسونار بدكتور يكون فاهم الاندوميتريوز تشخيصه او سبيشاليز في الاندوميتريوز، لان البطانه المهاجره ممكن تزيد في الحجم، وممكن النهارده تبقى السنه دي ما عندهاش مشاكل، السنه الجايه تظهر اعراض جديده، ودي بتقول انا عندي بقى مشاكل في التبول، مشاكل في التبرز، ده ممكن يظهر وارد جدا. فعشان كده دايما بقول للسيدات عندنا او عندي بقول لهم دايما عندكم بطانه مهاجره والامور ماشيه دلوقتي بالمسكنات، بس كل سنة على الأقل أو على حسب الحالة أو ظهرت أعراض جديدة لازم أحضر تاني المتابعة. كل قد إيه يا دكتور تعمل فولو أب؟ يعني كل ست شهور؟ مفيش حاجة، مفيش حاجة برضه، مفيش حاجة معينة، لكن أنا بقول كل سنة أو في فترات أقصر لو ظهرت أعراض جديدة. طيب زي ما قلت السيدات أسكنج جدا، لأن هما بيفكروا دايما وبيكتبوا كل الحاجات دي. طب إحنا أحسن حاجة بقى للتشخيص أو للفولو أب إم آر أي ولا ألترا ساوند ولا مناظير؟ يعني في حاجه يعني معينه؟ هرجع تاني للنقطه اللي حضرتك بتقوليها دي، الترتيبه زي ما قلناها في الاول، الحاله جايه مش عارفين عندها ايه، كشف النساء وراه السونار، وبعد ما اعمل السونار هشوف محتاج ام ار اي ولا مش محتاجه. مش كل حاله محتاجه ام ار اي، هشوف محتاجه ولا مش محتاجه. بعد كده بعد ما اخلص الدايره دي، هل محتاج عمليه ولا لا؟ احتاجت العمليه، بعد ما اخلص العمليه هتحتاج هرمون ثيرابي ولا مش هتحتاج هرمون ثيرابي؟ وبعد كده يجي الفولو اب بقى. اللي حضرتك بتقوليه ده هو الفولو اب، اللي هو بعد ما انا خلصت جراحتي وديتها الهرمون واجي اقول لها ايه بقى؟ هنستنى شهرين ثلاثه خلي ده يشتغل ونشوف هل هنحتاج اصلا دكتور العلاج الالم ولا لا؟ جايز بالهرمون ثيرابي بعد الجراحه ما تحتاجيش، لو احتاجتي هنبدا. وبعد كده الفولو اب، عشان حضرتك كنت بتسالي كل قد ايه، الفكره كلها مبنيه على حاجتين. اولا في هل هيظهر لها مشاكل مع علاج الهرمون، يعني مثلا الدينوجست هو اكتر حاجه يعني عليها ستاديز في العلاج الهرموني للاندوميتروزس، بيعمل نزيف ساعات بيعمل اكتئاب، فجايز هي في النص تجيلي في النص تقول لي لا انا مش قادر اخده، عامل لي اكتئاب جامد ومش قادر اخده، لا ده من ضمن اعراضه جانبيه، او ابتدى يعمل لي نزيف فانا مش مستحمل النزيف ده، هل اضطر اغير الدوز بتاعه او اقلله ازوده. فهي هتجي لي او هتيجي تقول والله بعد ما خدت العلاج ده وماشي كويس قوي بيه الوجع راجع تاني يزيد، فانا ممكن ابدا اشك ان في مشاكل او في اكتيفيتي ظهرت تاني. فالاعراض اللي عندها بعد ما خلصنا الجراحه وماشي على الهرمون ثيرابي، لو في جالها مشاكل والوجع ابتدى يزيد تاني، هتبدا تيجي تعرض نفسها تاني على الدكتور بتاعها. لكن مفيش رقم ثابت اللي هو بعد 6 شهور تعليلي او بعد سنه تعليلي، لكن في متابعات ليها علاقه بالاعراض الجانبيه للهرمون اللي هي بتاخده، اللي هو مهم انها تاخده بس وراه اعراض جانبيه عشان ابدا افكر محتاج اغيره او ما اغيروش. الحاجه الثانيه فكره، هل دلوقتي بعد ما عملنا الجراحه وخدت الهرمون ثيرابي ودكتور علاج الالم اداكي كمان علاج معين ماشي عليه مع ده، الدنيا هاديه ولا رجع يجي لك سبايكس تاني من الوجع؟ فنبدا نفكر من اول وجديد، هل يمكن في حاجه جديده ظهرت؟ بعد اذنك يا دكتور شادي، بس السؤال الجميل بتاع الام ار اي او الرنين، مش شرط من الاول تماما ان هو يتعمل رنين، مش لازم الام ار اي من الاول. الرنين في حالات الاندوميتريوزس ليه دورين، اول دور تكميلي للسونار لفحص السونار، وتاني دور ان هو بيحدد او كوسيله قبل العمليه اعرف بيها مدى انتشار المرض قد ايه.
يعني مثلا لو مريضه جايه انا شاكك بالسونار، طبعا ده بيعتمد لازم الاول زي ما قلنا ده يعني كلام اساسي ان اللي بيعمل السونار يبقى سبيشاليست او 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 متخصص في الاندوميتريوزيس او عنده خبره ان هو يشوف الليجنز نفسها، يشوف المناطق نفسها المصابه بالاندوميتريوزيس بالسونار، لان مش كل دكتور نسا زي ما قلنا، مش كل زي ما كل مش كل دكتور نسا بيعمل مثلا فحص للجنين، زي ما مش كل دكتور نسا بيعمل الاطفال انابيب، مش كل برضو دكتور نسا بيبقى اورينتد ان هو يعمل او كفء او ده السب سبيشاليتي بتاعه ان هو يعمل سونار او يفحص فحص الاندوميتريوزيس. جات المريضه انا شاكك ان عندها مثلا انفيجن او عندها جزء من الامعاء او جزء من المستقيم في اندوميتريوزيس، ممكن في الوقت ده ممكن ابعتها ام ار اي كوسيله تكميليه ان انا اعرف مثلا ان الجدار نفسه بتاع المستقيم او الجدار نفسه بتاع الامعاء حصل له زي توغل من الـ من الـ من الليجن بتاع الاندوميتروزيس ولا لا، عشان ده هيعتمد عليه العمليه نفسها مدى الراديكاليتي بتاعتها تبقى عامله ازاي. لكن الام ار اي كوسيله للتشخيص مبدئيه كده اي حد عنده اندوميتروز يروح يعمل ام ار اي، لا هو طيب وسيله تكميليه سيلكتيف حسب الدكتور عايز يشوف ايه بالام ار اي. طيب ده يخلينا يبقى احنا تقريبا كده جاوبنا على السؤال اللي بعده اللي هو بعتلنا بتقول لنا نعرف منين ان مرض البطانه المهاجره متقدم ولا لا، هل بتعرف من درجه الالم ولا لا ولا مدى انتشاره؟ اعتقد ان احنا اولا بس مبدئيا درجه الالم ما بتتناسبش مع مدى انتشار او حجم الليجن نفسه بتاع الاندوميتريوز، عشان اصلا الثريشولد بيختلف من واحده للثانيه اعتقد كده بالظبط. البين ريسبشن عموما بيختلف من حد للتاني وبس مدى مجملا الالم ومجملا برضو الحجم بتاع الاندوميتروز مش هو ده الالم. ساعات بتيجي بنت او ست 22 23 سنه وعندها الام فظيعه وحياتها واقفه زي ما الدكتور شادي قال وبيبقى فيها ليجن او مثلا منطقه كذا ملي بس الاندوميتروز، وفي واحده بتروح مثلا لدكتور محمد جمال على ان هي ما حصلش حمل لحد دلوقتي وبطريقة ما الدكتور بتاعها مثلا بره ما شافش الاندوميتروز او ما شافش عندها ايه او هو مش اورينتد ان هو يبص على الاندوميتروزس ويبعتها مثلا مركز مناظير يبعتها لي لمجرد بس التشخيص وان احنا نشوف الانابيب سالكه ولا لا، والواحد بيتفاجئ ان الحوض كله مصاب بالاندوميتروزس وهي ما عندهاش الم، هي راحت بس عشان شكوى تاخر الحمل فهي ما بتتناسبش مع مدى الالم. يا دكتور للدرجات ان هي ممكن تكون مش حاسه ان حاجه بيسموها فروزن بيلفيس طبعا كتير. طيب ده بيبقى صدفه ان الواحد مثلا بيبقى داخل على سبب تاني للعمليه وبيلاقي مثلا فروزن بيلفيس بتحصل كتير. في ناس بنكتشفها اثناء كمان العمليه القيصريه، يعني في ستات بتحمل كان ايام زمان ما كنت شغال في المستشفى وفي الولادات في طب الزقازيق كنا بنيجي نفتح القيصريه ونبص نلاقي الدنيا ملزقه قوي قيصريه يعني هي بتولد ونلاقي ان هو ده بطانه مهاجره موجوده وتكتشف اول 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 سيمتوم ليها او اول ان احنا نشوفها اول مره نشوفها اثناء الولاده القيصريه، فده وارد. ان 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 الواحد او الطبيب ان هو اللي بيفحص المريضه بالاندوميتروزس ان هو يشك ان هي عندها التصاقات او يشك ان عندها فروزن بلبس ولا لا، ده ممكن لو هو متخصص في مرض الاندوميتروزس في ساينز معينه وفي زي اشارات معينه او فايندينجز معينه الواحد ممكن يشوفها بالسونار يقول ان يعني بيسموها حتى اسم يعني غريب شويه كيسينج اوفرز، ان مثلا المبيضين نفسهم بيبقوا لازقين على بعض في السونار او اللي هي الشوكليت سيست بيبقى ليهم شكل معين زي ما دكتور محمد جمال قال بيبقى ليهم شكل معين شكل محدد اللي هو الجراوند جلاس ابييرنس بيبقى ليهم شكل معين مثلا الواحد بيشوفه بالسونار، لكن لازم يبقى سبيشاليست. وده الفكره مش في مصر بس، يعني هنا حتى كمان يمكن كلنا هنوافق على الموضوع ده خصوصا دكتور محمد جمال ودكتور شادي، في كتير من عيانين الاندوميتروزس بتروح لدكتور النسا بتاعها المتابعه يقول لها كيس دم على المبيض هيروح مع الوقت هيروح مع الوقت، وبتروح لمثلا اخصائي في الاندوميتروزس من اول ثانيه يعني من اول ما بيبص بالسونار بيشوف ان هي اندوميتروزس. صحيح من اول ثانيه ما بيحتاجش حتى لا يعمل ام ار اي ولا بيعمل
هو بيدخل سواء في المانيا او في مصر، يعني احنا بنشوف المانيا او في مصر كتير، يعني سيدات المانيا كمان بيعانوا كمان يعني. انا بتكلم عن المانيا كمان اللي فيها كل المراكز اللي موجوده دي والابحاث وكل حاجه، فيعني ده بيحصل جدا. تمام يا دكتور. طيب احنا كان في وانا اسف بس لحظه واحده على الام ار اي، بس اضيف حاجه صغيره. الام ار اي او الرنين المغناطيسي برضو لازم اللي هيكون بيعمل الام ار اي او مثلا طبيب النساء خصوصا في مصر هو شاكك في اندوميتروزا او مراحل متقدمه وهيبعتها تعمل رنين مغناطيسي، لازم يودي المريضه لطبيب الاشعه بزي ما بيقول اسمه ايه، يعني ان هو يديله هنت ان ده ممكن يكون اندوميتروز، لان ساعات طبيب الاشعه بيعمل الام ار اي بيعمل الرنين وبيقول ما فيهاش حاجه، يعني ما بيشوف كيس مثلا دم على المبيض، فهو ما بيبقاش مركز او ما بيبقاش متجه ان هو يدور على ليجنز للاندوميتروز، وده ساعات بيجي اتفضل دي بتبقى معلش بدون مقاطعه حاجه. احنا بالنسبه لنا احنا كمصريين ان احنا بنحب نختبر الايه الطبيب. انا مش هقول لك انا عندي، لا ما هي انت تعرف لوحدك. هي للاسف للاسف غلط، لان هي هنا حتى كده، يعني هنا حتى كده، انا بتكلم عن هنا مش بتكلم عن مصر، بتكلم عن المانيا. يعني حتى المانيا مع التطور والتكنولوجيا واجهزه الام ار اي اللي في كل بلد منها يعني عشرات ولا ايا كان، لو الدكتور بتاع الراديولوجي اللي هو اللي بيعمل الام ار اي مش اورينتد يعني مش بيدور على اندوميتروزس، ممكن بكل سهوله التقرير بتاعه ما يبقاش فيه اي حاجه ليها علاقه بالاندوميتروزس بكل سهوله، وبتتشاف كتير جدا. يعني حتى العيانين او المرضى اللي بيجوا لي مثلا بتبقى السونار كويس بس عندها مشكله مثلا ليها علاقه بالاعصاب او ليها علاقه باماكن ما بتتشافش بالسونار او صعب ان الواحد يشوفها بالسونار، واحد مثلا بيفكر ان هي عندها مشكله مثلا للاندوميتروزس بس في مكان معين او بعد عمليه معينه السونار مثلا مش موضح كل حاجه، فبحتاج ان انا مثلا اعمل ام ار اي. بقول لها دايما بكتب لها زي جواب ده تروحي بيه لدكتور الاشعه، تقولي له انا يعني الاشعه الام ار اي للاندوميتروزس مش لوجع البطن، لان هو هيقول في الاخر ما فيهاش حاجه، المبايض شكلها كويس، ما فيش زي ليجنز كبيره على الامعاء، وهيتكلم عن كل الحاجات الا الاندوميتروز، فلازم يبقى فيه توجيه لدكتور الاشعه ان احنا بندور على اندوميتروز في ولا لا. طيب يا دكتور، طب هي في سؤال تاني جالنا ان هي اوكي عملت العمليه الجراحيه وخلاص شالت البطانه رحم المهاجر، هل ممكن تتنكس تاني؟ انا عارفه احنا جاوبنا الكلام ده في اول الفيديو بس ممكن طبعا تتنكس تاني، يعني بنسبه تقريبا يعني اقل من الربع شويه، لو خمسه واحده ممكن تتنكس تاني اللي هي 20% الخمس. عشان كده برضو الهرمون ثيرابي والهرمون انه الجراحه مش النهايه، جراحه عملت جراحه كمل وراها بهرمون ثيرابي عشان الانتكاسه دي اخرها على قد ما اقدر ازقها لقدام. بالظبط، طول ما هي اكتف، يعني طول ما هي تحت الخمسين سنه هتحصل مره واثنين وثلاثه واربعه واكتر كمان. الفكره كلها انا بحاول ازق لقدام شويه. غير كده كمان انا اضيف لدكتور شادي العلاج الهرموني، يعني انا بقول للعيانين مثلا اللي بنتكلم معاهم بعد العمليه كده، هي القصه بس مش في الانتكاسه، القصه في عوده الالم تاني او عدم اختفاء الالم بعد العمليه، نفس النسبه تقريبا اللي هي برضو تقريبا الخمس بعد العمليه او 15% ما فيش تحسن بعد العمليه، مع ان الجراح بيبقى جراح اندوميتروزس وبيبقى متاكد 100% ان هو شال كل الليجنز اللي موجوده او اللي هو شافها بعينيه وفعلا الست ما فيهاش اندوميتروزس، بس ساعات بعد العملية وبنسبة دي مش قليلة في الطب اللي هو الخمس ده مش نسبة قليلة، الألم بيفضل موجود. ليه؟ لأن ممكن الأماكن، يعني لما الواحد مثلا بيشرح لمريضة بيشرح لها بطريقة زي يعني بطريقة بسيطة مش شرط تكون يعني عميقة قوي. أيوة. الخلايا عشان الواحد يشوفها أثناء العملية أو المناطق المصابة بالإندوميتروزس عشان تتشاف أثناء العملية لازم الخلايا دي تنقسم وتجمع زي ليجن، لا زي كتلة بتتشاف. لو الواحد ما شافهاش ده مش معناه ان في الاماكن التانية ما فيش اندوميتروز، هي ممكن تكون صغيرة ولسه ما تشافتش،
ممكن الخلايا نفسها تبقى منتشره في اماكن ثانيه بس انا مش قادر اشوفها بعناية. ممكن تكون موجوده في اماكن في البطن انا مش هقدر اشوفها حتى لو دورت كويس، مثلا ورا الامعاء على الجدار الخلفي للبطن مش هقدر باثناء المنظار مثلا اشوفها كويس، وده بيسبب ان يا اما الواحد اثناء العمليه ما بيشوفش كل الليجنز، يا اما بيشيل فعلا كل الليجنز بس بيفضل الالم موجود بعد العمليه. وده يجي دور العلاج الهرموني، مش بس بيأخر الانتكاسه او بيمنع الانتكاسه، لا هو بيكمل العلاج الجراحي. لازم بعد الجراحه ده بيكمل العلاج الجراحي، ان هو حتى لو في اماكن ما اتشافتش بالعلاج بالمنظار ده بيكمل عليها وبيعمل زي تثبيط او سبريشن للالم وللانتكاسه. طيب هو احنا في علاج دوائي غير العلاج الهرموني؟ مفيش علاج للإندومتروزيس، يعني هو مفيش علاج للبطانة المهاجرة زي ما قلنا، مفيش علاج للأسف للبطانة المهاجرة، علاج كيوراتيف إلا التدخل الجراحي إلا الاستئصال. لا أصل في حد بعد بالظبط كده، في حاجة ممكن أعملها وقاية؟ لا مفيش حاجة اسمها وقاية، يعني مفيش وقاية للإندومتروزيس، أو ده على حد علمي، ممكن دكتور شادي يكمل لي. لكن العلاج في الإندومتروزيس بينقسم، أو العلاج عموما، العلاج عموما لأي مرض حاجتين، يا إما علاج اللي هو الكيوراتيف إن المرض يختفي تماما ويروح تماما، أو علاج أعراض، علاج عرضي زي ما الواحد بيجيله إنفلونزا، هو ما بيعالجش الفيروس نفسه بس بيعالج الأعراض اللي بتجيله. ده الحال برضو في الإندومتروزيس لما العلاج يبقى ميديكال. لو العلاج الإندومتروزيس الوحيد اللي هو العلاج الجراحي، إن الجزء ده يتشال، طيب ده العلاج الوحيد. بس هضيف حتى على الوقايه، الوقايه في نوعين من الوقايه، في وقايه اوليه خالص معناها ان انا شفت من احد الاسئله انا مامتي جالها بطانه مهاجره وانا خايفه تجيلي بطانه مهاجره، وارد ده من ضمن العوامل، من عوامل اللي هي العوامل الخطوره ان تكون البطانه المهاجره منتشره في العيله، فممكن النسبه تبقى عند حضرتك عاليه ان يحصل بطانه مهاجره. طيب هل ده بحد ذاته بدون وجود اعراض ده سبب ان هي تاخد علاج هرموني؟ لا، ما تاخدش العلاج الهرموني غير لو عندها اعراض للبطانة المهاجرة. طب انا اعمل ايه؟ انا عارفه ان ماما وطنط وي 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 وخالتي وخالاتي جالهم بطانة مهاجرة قبل كده، اتابع الفولو اب، ابقى انا رايحه لطبيب النساء ومعرفاه انا في العيله عندي في بطانة مهاجرة، كان في اكياس شوكولاته واستأصلت و و و، انا باجي اتابع عند حضرتك عشان لو حصل اي حاجه وانا كمان عينيا على الاعراض، حصل اعراض تغير في الاعراض في الحاله دي انا ممكن ابتدي اتعامل معها كحاله بطانه مهاجره وابتدي امشي بالسكيمه بتاعتها اللي احنا اتكلمنا فيها. وده اللي بنسميه اللي هو البريفنتيف، يعني ان انا اعمل علاج وقايه. لكن في علاج وقائي ثانوي، بمعنى بقى اللي هو عمله الجراحه دكتور محمد، دكتور شادي عملوا الجراحه وشالوا كيس على المبيض، شالوا كيس شوكولاته، والسيده ما عندهاش الرغبه في الانجاب، يعني شالت الكيس بسبب حاجه تانية خالص. في الحاله دي احنا دايما بعد العمليه بنقول لازم تاخد علاج هرموني، وبالتالي الجراحه لوحدها بس ما تكفيش، الجراحه شالت الكيس، لكن انا لو من غير الجراحه، لو من غير العلاج الهرموني اللي بعد الجراحه، بنسبه من 20 ل 50% من السيدات هيرجع لها تاني في خلال سنتين الى خمس سنين، هترجع تاني نفس المشكله. وعشان كده زي ما الدكتور شادي اتفضل، لازم الهرمون سيرابي كمان بعد الجراحة، وده اللي بنسميها الوقاية الثانوية، بعد ما حصلت مرة بطانة مهاجرة وشلتها أما حدوث بطانة مهاجرة تانية أو الاتشاف. دكتور محمد جمال، احنا جايلنا سؤال، هي عندها زي ما حضرتك قلت العامل الوراثي موجود، بس بتفرق العامل الوراثي جاي من ناحية عائلة الأم أو عائلة الأب، يعني خالتها عندها أو عمتها عندها، دي بتفرق معانا في حاجة؟ اللي أنا أعرفه إن هو الأب هنا ما بيلعبش الدور، لكن هي الأم. احنا ما عندناش جين نحلف عليه أو نروح نكشف عليه ونشوف هل هيبقى عندي تعرض، نسبة تعرض للبطانة المهاجرة ولا لا، بعكس سرطان الثدي. يعني في سرطان الثدي بعض السيدات بنروح نفحصهم نقول لهم انت مامتك او خالتك او 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 جدتك جالهم سرطان ثدي، فبنعمل فحوصات لجينات معينه عشان نشوف لو الجينات دي موجوده فبيبقى عندها عرضه كبيره جدا توصل 70% ان يحصل لها سرطان ثدي. احنا القصه دي مش موجوده في البطانه المهاجره حتى الان، يعني الموضوع مالتي فاكتوريال، يعني في حاجات كتيره بتلعب في البطانه المهاجره، احنا مش فاهمين المرض برضه بيحصل ازاي بالظبط، وبالتالي الموضوع يعني موضوع لسه غامض.
فما اقدرش اقول بجين معين ان انا اقدر افحص هذا الجين واقول ان هي هيبقى عندك نسبه خطر عاليه. هتيجي من الام او هتيجي من الاب، الاوقع ان هي تيجي من الام، الاب هيبقى دوره هنا ضعيف قوي، ده على حد معرفتي. اعتقد لو حد من الزملاء عنده معلومه ثانيه يعني يتفضل، لكن انا حسب معرفتي مفيش داتا بتحدد، مفيش داتا بتحدد للاسف من الاب او من الام. طيب تمام. طيب في سؤال تاني مهم انا شايفاه، يعني او يعني او بمعنى يعني من عيله الاب او من عيله الام، يعني هو اكيد الاب مش هيبقى عنده اندوميتريوز. اعتقد هي دكتوره اسراء الانترنت عندها. هو في انا سؤال انا شايفه من احد الناس اللي سمعنا كاتبه، يمكن السؤال ده متخصص في مجالي اعتقد، هل قنوات فالوب وجود سوائل والتصاقات فيها بيأثر على نجاح الحقن المجهري؟ يعني ده حالة بنسميها الهيدروسالبنكس، وده بيبقى عبارة عن قناة فالوب مسدودة، وقناة فالوب اتسدت وتجمع فيها مية، المية اللي بنقول بالبلدي كده مية توكسيك، مية مش نظيفة، مية مش حلوة، مية فيها التهابات وعوامل حاجات مش لطيفة خالص. المشكلة ان المية اللي متجمعة في انابيب فالوب، الانابيب فالوب مسدودة من الطرف المتصل بالمبيضين، لكن ما زالت مفتوحة مع الرحم، الرحم اللي هو بيحصل فيه غرز الجنين، وبالتالي المية اللي مش حلوة دي هتبتدي تنقط على الجنين اللي احنا هنزرعه لحضرتك في الرحم، وده بيقلل نسب النجاح ل 50%، يعني بتقل للنص. يعني لو نسبة النجاح عند حضرتك 50% هتبقى 25 او اقل من 25%، وبالتالي ده بيقلل نسب النجاح جدا. وعشان كده الريكومنديشن او التوصيات العالمية لو شفنا حالة هيدروسالبنكس اللي هو الارتشاح على قناة فالوب سواء على ناحية واحدة أو ناحيتين، احنا ممكن نشفط البويضات، ممكن نخصبهم بس بنجمدهم ما بنرجعش أجنة، وبنبعت المريضة أو السيدة المصابة بنبعتها لمنظار البطن مع مثلا دكتور محمد أو دكتور شادي، بيروحوا يقصوا قناة فالوب ويشيلوها تماما، وبعد كده حضرتك بترجع تاني مركز أطفال أنابيب وبنرجع الجنين أو الجنينين وبيحصل الحمل إن شاء الله ونسبة النجاح تبقى كويسة. استكمال دكتور محمد، ليه حضرتك مثلا ما تبعتش المريضة الأول للسلبنجكتومي وبعد كده لسحب البويضات؟ يعني بس بعد إذنك اشرحها. دي انا فعلا بعملها يا محمد لو انا شفت الهيدروسالبنكس قبل ما ابدا خالص اي علاجات. مشكله تشخيص الارتشاح بتاع الانبوبه مرتبط بيوم الضم الدوره الشهريه، ما بقدرش اشوفه في الايام الاولى بعد انتهاء الدم الدوره الشهريه، يعني لو قلنا لكن ملوش رول، يعني مش 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 ديفينتلي لازم يتعمل بعد الحقن او الحقن الاول او يعني سحب او سحب البويضات يعني الاول وبعد كده السلبنجكتومي، ملوش رول. لا انا لو شفت الارتشاح في اي وقت فانا عندي فليكسبيليتي، يعني عندي المرونه ان انا اقدر اتدخل جراحيا في اي وقت، وانا كطفل او انا كاستشاري في مجال اطفال انابيب عندي برضو المرونه في التعامل مع الاجنه. انا عادي جدا انا اديت السيده هرمونات وابتدت وحبينا نبتدي بسرعه بسرعه بسرعه، وبصيت لقيت فيهم شفت البويضات الانابيب ابتدت ترشح وابتدت تتملي ميه، وده بتحصل كتير. في الحاله دي بقول لها مفيش ادنى مشكله خالص، احنا هنشفط البويضات ونخصبها ونطلع منها اجنه بس مش هننقل الجنين. في سيدات بشوفهم من الاول خالص الاقي عندهم الارتشاح ده موجود، فده حاجه ثانيه بقى، ده من قبل ما ابدا الهرمونات خالص من غير اي حاجه ببعتها الاول تشيل الانابيب وبعد كده بترجع لي ثاني نبدا التنشيط بتاعنا. فده ممكن وده ممكن في مجال اطفال الانابيب. كان استكمال السؤال عشان بس تبقى السيده اللي بعت لنا السؤال كانت بتقول هل في طرق لفك قناه فالوب بعد كده لو تم فصلها عن الرحم؟ اعتقد انت قصدك حضرتك ان احنا نوصلهم ثاني بالرحم؟ لا، يعني لو احنا شلنا قنوات فالوب خالص مش هنعرف نرجعها تاني، ده رقم واحد. لو قصدك حضرتك ان انت عملتي عمليه على اساس اللي هو بيسموها الاستريلايزيشن اللي هو عباره عن ربط قنوات فالوب عشان ما يحصلش حمل لكن مش بسبب الارتشاح على الانبوبه، وحضرتك بتتكلمي ان بعد ما عملت الربط ان انا افك الربط واعيد الوصل الانبوبتين مع بعض بيتطلب جراحه صعبه ومايكرو سيرجيكال ومحتاجه ميكروسكوب، محتاجه واحد اكسبيرينس عشان يربط الانبوبتين ببعض ويخيط خياطه كويسه، عايزه حد ايد فنان مبدع. ونسب نجاحها بعد كده ونسب حتى نجاح الحمله وحدوث الحمل بعدها يعني تكاد لا تذكر، ضئيله جدا جدا جدا، فمحدش بيعملها. الاوبشن ده كان موجود ونسبه اطفال انابيب عاليه كمان بعديها. طبعا بالظبط 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 دكتور شادي، وعشان كده الحاجات دي كانت موجوده زمان قبل
اطفال الانابيب ما ينتشر. اطفال الانابيب هو البديل ليه؟ لو حضرتك عامله ربط لانابيب فالوب على اساس ان هي وسيله منع حمل، وبعدين دلوقتي عايزه تحملي تاني الانابيب مسدوده، نعمل ايه؟ هنعمل طفل انبوب، ونسب النجاح بتاعت حضرتك ممتازه، مش محتاجين نلعب في قناه فالوب تاني خالص. انا شايف ان الدكتوره اسراء حتى الان ما في مشكله في النت، فخلينا نكمل الاسئله. دكتور ابراهيم معلش استاذنكم، بس استاذنكم لو في اي اسئله نفسيه، لان انا مضطر استاذن في خلال 10 دقائق. طيب حاضر، في اي اسئله متعلقه بالجانب النفسي؟ طيب في دكتور تخصص قناه فالوب، الاشكال نسب التحول اشكال السونار، هل لسه محتاجه في الجانب النفسي؟ مش شايف ان في اي، ما فيش اي اسئله يعني. هو انا عندي سؤال، حضرتك تابعت الحالات بعد العلاج النفسي للاندومتريوزيس وفي التحسن؟ تكلمني ولا بتكلم جمال؟ لا بكلم حضرتك. لا النفسي، بقول النفسي، العلاج النفسي. بتقول بعد العلاج النفسي؟ ماشي تمام، يعني المفروض الفولو اب يعني للعلاج النفسي. تمام. يعني بصراحه حالات الاندومتريوزيس انا ما جاليش حالات اندومتريوزيس سبيسيفيكلي، بس هي بنتكلم على حالات الالم بشكل عام. طبعا مع يعني مع السبورت ومع فهم المريضه لمرضها، وانها بعد كده في استراتيجيز المفروض نمشي بيها، زي ما قلنا اول حاجه بنشتغل على موضوع الاكسبتنس، تاني حاجه اللي هي السايكل اللي موجوده دي بنبدا يعني نشيل موضوع التوتر ونحسن الحال. طبعا الموضوع بيتحسن بشكل كبير، وكلها خطوات يعني مش عايز اقول سهله، بس هي سو سيمبل يعني، هي كمصطلحات سهله خالص، بس في على ارض الواقع الموضوع صعب. يعني احنا بنتكلم في البعد عن الموبايلات مثلا على سبيل المثال، تبان انها حاجه سهله، بس لا يعني في الواقع حاليا ده مش حاجه سهله. اللايف ستايل مثلا يعني دي اهم حاجه انا بشوفها في الطب النفسي، اللايف ستايل، كواليتي اوف لايف ستايل، اللي هو بنتكلم في ثلاث حاجات انا بشخص بقولهم دايما، يعني بيتقال عليهم كلمه رانا، رياضه نوم اكل. دي في دولنا العربيه تحديدا وفي مصر خصوصا كارثه، يعني بمنتهى الامانه كارثه بمعنى كلمه كارثه. احنا في مصر مثلا مشهوره بان البلد فاتحه 24 ساعه، دي مش موجوده في اي حته في العالم. تمام. ففكره ان انا لما تقول للعيان رياضه نوم اكل، يعني بيقول لي يعني هو ده اللي هيحسن يعني؟ انت بس صدقا، وده من واقع وعن تجربه شخصيه انا نفسي، لا ده بيحسن يعني 100%، مش هقول يعني 10%، لا 100%. لما كواليتي الاكل بتاعك، الاكل نفسه بيأثر على الحاله النفسيه. الاكل الفاست فود ده يعني في دراسات معموله حديثا على موضوع الفاست فود، بيزود نسبه الدبريشن وبيزود نسبه الانكسايتي، بعكس مثلا الخضار الفاكهه، الاثنين دول بيقللوا يعني في بيقللوا حدوث الدبريشن والانكزايتي، بيساعد يعني حتى لو مريض دبريشن وانكزايتي لو حسن اكله بس دي يعني 20-30%. فعلا حقيقه يا دكتور. نعم دكتور علي، بعد لو حضرتك مثلا عالجت حد او عالجت مريضه اندومتروزس بانتي ديبريسنس، تمام، او يعني ساعدت في العلاج او من المولتي موداليتي في انتي ديبريسنت، هل بتاخده فور لايف ولا في مرحله معينه حضرتك مثلا بتتابع بعدها وتقول نوقف الانتي ديبريسنت؟ بالظبط. لا ما بقى انا ما بقى مش من يعني ما بحبش موضوع الفور لايف، مفيش حاجه اسمها فور لايف، وتحديدا لو هو الديبريشن بدات الدنيا تتحسن وكده في خلال بعد المفروض من 6 شهور لسنه، وانا بحب السنه، بنبدا لو الاعراض يعني سنه من الاستقرار، استقرار الحاله مش من بدايه اخدان الدواء، لان ممكن الحاله تتغير معانا بعد 6 شهور سنه، فمن بدايه استقرار الحاله باخد 6 شهور او سنه بعدها، وانا بفضل سنه، وبعدين ابدا اوقف الدواء تدريجي. طب السؤال ده معلش يا دكتور عشان بيجي لي في العياده، معلش انا اسفه كده دخلت الموضوع العلاج النفسي او الانتي ديبريسنت بقى، سواء عشان حوار الاندوميتريوزز او عامه، دوت ممكن يفتح الشهيه فيخليها هو وزنها يزيد بسبب في ادويه بتفتح الشهيه للاسف، في ادويه يعني للاسف بتزود الوزن.
اصل هي اول حاجه بتقولها لي يعني انا مثلا عشان نيوتريشن تقول لي يا دكتور بصي ماشي اعملي لي دايت وانا عايزه اقل عشان احسن من نفسيتي، بس انا باخد ادويه للاكتئاب، فانا اخلي عندك العامل ده انت عارفاه ان انا اوريدي شهيتي مفتوحه عن الاكل. لا مش كل الادويه بتسبب يعني هي اسمها ايه شهيه تتفتح، شهيه النشاط تبقى مفتوحه. ده طبعا يعني المفروض بترجع للدكتور النفسي بتاعها. المفروض الاول الدكتور النفسي بيشرح لها اللي هي الاعراض الجانبيه، ان احد الاعراض الجانبيه زياده الوزن، فالمريض يتقبل مش هيتقبل ساعتها خلاص يبقى انا لازم بشفت على دواء تاني ما يزودش. وخصوصا الواحد المفروض يعني بيراعي في حالات البنات السيدات اللي لسه يعني لسه متجوزين حديثا لسه ما خلفوش، بنراعي النقطه دي تحديدا، نقطه ان انا ادي له دواء او اديها دواء، هي تحديدا اديها دواء ما يساعدش على زياده الوزن، دي لسه بنت. طب لما وزنها يزيد دلوقتي وهي وده لان يعني السيلف ايمج دي ممكن تزود الدبريشن مش تقلل. بالظبط يا دكتور بالظبط، اللي هي السيلف ايمج ديت هي انا ممكن اكون بعالجها بسبب ان كلام الناس عليها ان هي ما بتخلفش، تكتئب في حاجه تانية مثلا بسبب انها تخلف مثلا، فيقولوا لها انت مش مهتميه بنفسك برضه، فنرجع للموضوع من اول. بالظبط، فاحنا بنشتغل بانتي ديبريسن ما بيساعدش على زياده الوزن، ما بيشتغلش على الجزء ده. انا دخلت دلوقتي معلش كان النت فصل عندي عن حاجه نقطه مهمه حضرتك بتقولها اللي هي موضوع ان هي تظبط اكلها او الاكسرسايز. يعني احنا عندنا مثلا في العلاج الطبيعي عندنا في اكسرسايز بس عشان خاطر ان هي تعمل لها ريلاكسيشن وتعمل ريلاكسيشن للمسلز، مش مثلا ان هي المود بس، لا ده انت لو ظبطتي المود بتاعك عضلاتك هيحصل لها ريلاكسيشن او تسترخى، الالم بعد كده هيقل. البريثنج اكسرسايز دوت اللي هي الناس فاكراه حاجه عليه، ده البريثنج اكسرسايز ان هي لو ظبطت بس نفسها وتعمل تمارين التنفس ممكن الالم يقل فقط من تمارين بسيطه جدا، بجانب طبعا العوامل الثانيه اللي احنا اتكلمنا فيها. مظبوط، هي الفكره الرياضه هنا برضو، عشان الرياضه الناس دايما يقول لك رياضه يا ما عنديش وقت، وما الرياضه هنا بنبدا من تحت خالص، ماشي انا بكلمك تمشي ما بقولكش لا تروح جيم ولا تروح تتمرن تشيل حديد، لا 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 خالص، الرياضه انا ببدا من البيزك خالص، امشي. في انا دايما بقول لهم ابدا بس. لان معظم مرضى، مش معظم يعني 90% من مرضى الالم اول حاجه بيقولها ما بقدرش اتحرك. صح. ده كونسيبت، ده الكونسيبت ده لازم بيتشال، لازم يتشقلب، مفيش حاجه اسمها ما اقدرش اتحرك. بدام المرض بتاعك، يعني انت لو مش مصاب مثلا حاجه في ظهرك، حاجه في رجلك مسببه لك الم مزمن في مع الحركه، بدام الالم الحرق المكان الوجع ما بيعيقش الحركه لازم نتحرك. الحركه لوحدها بتحسن المود، هي لوحدها سبحان الله مع المشي السيروتونين بيعلى والمود بيتحسن لوحده من غير اي حاجه. ففي خطوات كده اللي هي البيزك بتاعنا، رياضه نوم اكل، دول الثلاث حاجات دول بنحسنهم، يعني انا شايف بنسبه 50% ما كانش اكتر الدنيا بتتحسن. زائد زي ما حضرتك قلت في اكسرسايزز معينه بتتعمل اللي هي طبعا العلاج الطبيعي عشان تسترخي او على تمارين التنفس. بالظبط، الحاجات اللي هي دي هنا برضو بالظبط اللي هي الحاجات بالذات اللي هي الحاجات اللي بتشتغل على المنتال، مثلا لو انا قلت لها الحاجات حتى والله زي اليوجا والكلام ده كله، لو علمتها شويه ديب بريثنج اكسرسايز في اوبن اير والاضاءه انا عايزه اقول لك اللي حضرتك كمان اللي هي ايه الاسترخاء كمان عن طريق الشم، يعني انا لو روايح معينه مثلا مع اضاءه كويسه مع تمارين ديت هتخليها ترتاح نفسيا اكتر، فتحس ان الالم خف بنسبه كبيره. بالظبط، دي هنا هي هنا حاجه بيسموها انتشبانونس اوبنجن اللي هي تمارين الاسترخاء. ايوه، الاشكال اللي حضرتك عدتيها دي كلها بتساعد على الموضوع ده، زائد ان انا كمان ابقى اوير بنفسي، ابقى حاسس نفسي، حاسس امتى بتعب، حاسس امتى ما بتعبش. من النقط المهمه جدا برضو موضوع الاسترس، الاسترس لازم يقل، استرس في حياتي اشوف ايه اللي بيسبب لي استرس في حياتي واحاول اخد الليفل بتاع الاسترس بتاعي انزل بيه شويه لتحت، ما يبقاش عالي قوي كده، لازم انزل بيه لتحت. ازاي بقى ده موضوع تاني يعني ايه يطول شرحه، بس ده احد العوامل المهمه جدا الاسترس. الاسترس ده دكتور علي المهم قوي النقطه ديت. بالظبط، احنا ديت عايزين لها يعني زي ما يقول ايه حلقه لوحدها، ان انا ازاي بالظبط يعني مثلا يقول لك ان الاسترس مثلا اوريدي موجود، يعني انا مش هتطلع مثلا هو جزء ما بيدعمهاش نفسيا، فانت حضرتك عايز تخلي ان ليفل الاسترس تبتدي هي
تقلله، يعني انت ما تخليش اي حاجه تضايقك من اقل حاجه ولو بسيطه. يعني في تخصص جديد هنا في المانيا، الكلام ده اعتقد من 2019 2020، تخصص هنا في المانيا تبع الطب النفسي، يعني عملوه بيتاخد بشهاده اسمه ستريس ميديسين، يعني ده بقى جديد موجود هنا في المانيا تحت تخصص طب النفس. الحمد لله عملته يعني الكورس ده طب الضغط العصبي بس. بس اسمه ستريس ميديسين، ده المصطلح بتاعه اسمه ستريس ميديسين، يعني الستريس بقى دلوقتي ده بقى برانش، يعني بقى ساب سبيشاليتي جوه الطب النفسي. احنا عايزين حاجه زياره سريعه لمصر يا دكتور، هرب اول طياره تعالى لنا. ده احنا الدكتور علي لوحده عايز حمله توعيه لوحده، ده لوحده بالظبط كده. فالفكره في حاجات صغيره، يعني نرجع يمكن احنا نفسنا عايزين نروح لدكتور علي. كلنا اتأثرت نقطة عندنا كلنا عايزين نروح لدكتور علي. حياة الدكاترة ايه غير السيد؟ فالفكرة في نقط البيزكس دي، هي دي الفكرة في العلاج. أنا مش فكرة إن أنا بدي المريض دواء وخد الدواء ده وهتبقى زي الفل، مفيش حاجة اسمها كده. المريض عليه عامل كبير جدا، وحاجات بيزكس زي ما قلنا رياضة، أكل، نوم، الاستريس ليفل بتاعه يقل، ده بنسبة 80-90% خلاص مريض بقى زي الفل. زائد الكوبينج استراتيجيز اللي هي استراتيجيات التأقلم، يعني أنا دلوقتي الألم موجود، ده شيء أنا عايش بيه، ازاي اتاقلم مع وجود الالم ده؟ يعني زي مثلا الالم ده بيزيد في وقت الدوره الشهريه، تمام؟ فانا عارف مثلا عندي 3 ايام دول كارثه بالنسبه لي. طيب لازم يبقى عندها استراتيجي 1 و2 و3، انا هعمل ايه في الالم ده؟ لو الالم خفيف هيحصل ايه اللي هو يعني الاكتيفيتي العادي، بمارس حياتي بشكل عادي. طب لو الالم عالي شويه هعمل ايه؟ طب لو الالم شديد، في حاله الالم الشديد يبقى عندي استراتيجي بحيث ان انا لما الالم يجي اقدر اواجهه، يبقى انا مستعد نفسيا ومستعد جسديا لمواجهه الالم ده. مش فكره بس ان انا ايه ده انا تعبان جدا، طب مش قادر اعمل اي حاجه، الثلاث ايام دول عملتي ما عملتش اي حاجه، طب ليه ما عملتيش اي حاجه؟ الالم كان شديد جدا. طيب ما احنا من الاول بقى بنعمل الكوبنج استراتيجيز دي، بنشوف استراتيجيات او طرق معينه نتفاعل بها مع الالم، بحيث ان انا، لان هي الفكره ان انا طول ما انا بفكر في الالم مش هروح، يعني طول ما ده في الباك جراوند بتاعي ان ده الموضوع الاساسي في دماغي، انا موجوع طول الوقت، انا موجوع طول ما انا طول الوقت موجوع مش هخف. هي الفكره ان انا الكوبينج، ان انا اللي هو تجاهل الالم، هو موجود، هو كده كده موجود، بس ازاي انا امارس حياتي بشكل طبيعي او شبه طبيعي مع وجود الالم ده، هي دي النقطه. هنعمل له ديستراكشن، يعني احنا برضو يعني احنا مثلا لينا دور احنا كعلاج طبيعي اثناء الولاده، يعني هي ممكن تكون بتتالم من الالم بتاع الولاده سواء طبيعي يعني او ما بعد القيصريه، ان انا ممكن يبقى ليا دور معاها زي ما احنا بنقول كده بالظبط، اللي هو الديستراكشن، ان انا ازاي هي والالم موجود بس هي من كتر ما هي ما بتفكرش فيه او بتفكر في بطرق تانية، ان هي ممكن الالم دوت احساسها بيه يقل. صح مصبوط. تمام يا دكتور. طب احنا كان عندنا سؤال مش عارفه انتوا جاوبتوا عليه والنت كان فاصل عندي ولا لا، ان هو كان بيقولوا لي الاندومتري بطانه رحم المهاجره او التكيسات اكياس الشوكولاته ممكن تتحول دكتور محمد جمال لامراض لاورام سرطانيه. طبعا انا هضطر استاذن، بس استاذنكم، انا مضطر استاذن، فيعني كانت فرصه سعيده وانا مبسوط بالمشاركه دي، وطبعا لو في اي ممكن نرد عليها بالايميل او حاجه، وفرصه سعيده ونشوفكم على خير جدا. دكتور علي استشاري الطب النفسي بمستشفيات مونستر لاند، اشكرك يا دكتور علي، ان شاء الله نلقاك قريبا. شكرا دكتور علي. شكرا شكرا دكتور علي. يلا سلام عليكم. مع السلامه ورحمه الله وبركاته. اعتقد يا دكتوره اسراء نسرع رتم الاسئله شويه علشان الساعه 10. تمام 10. طيب تمام. السؤال الرد سريعا باختصار، البطانه المهاجره هو مرض حميد لكن في نسبه حدوث سرطانات، لكن لا تتجاوز ال 2% من الاكياس الشوكولاته اللي بتتجاب، وزي ما انا قلت قبل كده لو في 100 سيده عندها كيس شوكولاته في 98% من الحالات هو اكياس شوكولاته حميده، ما فيهاش اي مشكله، ما فيهاش اي تغيرات، في 2% فقط بيبقى في نسبه حدوث سرطان او ان هي يكون فيها خلايا سرطانيه بنقدر نشك فيها عن طريق السونار بعلامات مميزه، بعلامات معينه داخل السونار، في صور السونار، محتاجه حد يكون متخصص، محتاجه حد يكون خبير في السونار.
تمام، هي تقريبا معظم الاسئله تاني بتتكرر، فاحنا قلنا موضوع فصل الانبوبه عن الرحم ولا نشيلها تماما، دي اعتقد لو تاب افضل نشيلها خالص. تمام. طيب الارتشاح حضرتك قلت عليه دوت بيظهر في السونار ولا لازم اشعه بالصبغه ومنظار؟ بالسونار يعني، انا اغلب انا تقريبا ما فيش حاله احتجت ليها كبيرسونال اكسبيرينس ان انا ابعتها للمنظار عشان يشوف لي فيه ارتشاح ولا لا. لكن هو الفكره دايما التكه او زي ما بنقول النقطه الفاصله في السونار، هو امتى انا بعمل السونار في اي يوم من ايام الدوره الشهريه. انا افضل دايما او دايما الريكومنديشن او النصيحه ان يتعمل في وقت التبويض، لان ده بيبقى احسن وقت بنشوف هل فعلا الانابيب فيها ارتشاح ولا لا. لكن لو شفت قبليها يعني الست جايه في اليوم الخامس السادس من الدوره الشهريه، الانابيب غالبا بتبقى فاضيه خالص ما فيهاش اي ارتشاح، وبالتالي ما بقدرش اشوفها. تمام يا دكتور. طيب انا هستاذنكم لو سمحتوا حضراتكم ان احنا ممكن نبقى نسيب الايميلز بتاعتكم كلكم عشان الموضوع طويل والاسئله كتير والناس كلها يعني ايه لقت ان زي ما بقول في امل او ناس كتيره جاوبت عن حاجات كتير، فاستاذن حضراتكم لو ممكن يبقى نسيب الايميلز بتاعتكم في الكومنتس عشان لو اي حد عايز يوصل لكم بعد ما نخلص الزوم ميتنج في الاستشارات عامه. طبعا مفيش مشكله خالص. طبعا مفيش مشكله. تمام يا دكتور شادي. طيب احنا تقريبا جاوبنا على معظم الاسئله او الاسئله اللي هي موست كومن بتبقى موجوده عند سيدات كتيره او بنات كتيره، واتكلمنا كلها عليها بالتفصيل. فلو حد من حضراتكم يحب يقول حاجه ولا نختم يريح؟ اعتقد احنا غطينا كل ال، انا شايفه كده كله تمام. فانت حضرتك ممكن تختم اعتقد. انا بقول حضرتك معلش دكتور شادي. طيب دكتور شادي، دكتور محمد ابو زيد، في عندكم اي تعليقات؟ لا موافق تماما مع دكتور محمد جمال. طيب انا بحب اشكركم جدا جدا على الميتنج ده، وكان شرف ليا ان انا ابقى موجوده معاكم في حمله جسر الثانيه عن توعيد مرض البطانه المهاجره. كان معانا دكتور محمد جمال ابراهيم استشاري العقم والبطانه المهاجره، اشكرك يا دكتور. كان معانا دكتور محمد ابو زيد رئيس قسم النساء وجراحات المناظير في المانيا. كان انضم معانا لاول مره النهارده دكتور شادي حسين نائب رئيس قسم النساء والتوليد ومستشفيات مارين فيسل بالمانيا، اشكرك يا دكتور. كان معانا دكتور روماني عازر استشاري التخدير وعلاج الالم بالمانيا، وكان معانا طبعا دكتور علي السعيد استشاري الطب النفسي مستشفيات مونسترلاند، وطبعا الجندي المجهول معانا في اللقاءين دكتور خالد الصياد. اشكرك جدا ان انت على الاستضافه وحضرتك تابعت لنا كل حاجه وعلى الاسئله والتنظيم بتاع النهارده دكتور خالد، اشكرك. العفو. وانا بقى اسراء امين مدرس في دكتور اسراء على درجه. انا كمان بشكرك. بالروعه دي، بالروعه المعتاده بعد الحمله الاولى كمان ما شاء الله. اشكركم يا دكاتره، اشكركم. ما كنتيش بس مديره اللقاء، انت كنت داخله بالعلاج الطبيعي ودي حاجه جميله. اشكرك يا دكتور محمد جمال، وان شاء الله يعني نعمل حملات تانية اكتر، وانا شايفه الموضوع ما بيخلصش يعني فعلا موضوع كبير. انا مبسوطه ان انا جزء من دوت للتوعيه فعلا، لان الموضوع كبير جدا يعني. الحمد لله، وربنا يجعلنا دايما سبب في تخفيف معاناه الناس والسيدات بوجه خاص. وان شاء الله اعتقد كل الزملاء حقيقي لازم اوجه الشكر لمحمد ابو زيد، لشادي، لخالد، لعلي، لروماني، كلهم بصراحه اول ما اتكلمنا في الموضوع كلهم وافقوا، يعني كلهم وافقوا مباشره بدون اي تردد. الناس متحمسين جدا فعلا، سواء للسيدات في مصر او في المانيا الوضع، وكلهم اكسبت. الدكتوره اسراء ما تاخرتش، الدكتور خالد نظم على طول، فما شاء الله يعني دايما الموتيفيشن كبير قوي وحاجه جميله، وكل واحد مقتطع من وقته بس لهدف نبيل وهو زياده التوعيه. واتمنى تكون الرساله وصلت او قدرنا نوصل. احنا بنحب نشكر كمان جميع السيدات وكل اللي كان منضم لينا. احنا معلش طولنا، بس هي من الموضوع متشعب في حاجات كتير، فبنشكر ان احنا معلش لو تاخرنا عليهم شويه، بس احنا حاولنا نغطي كل النقط. فبنشكر جميع السيدات او الرجال اللي كانوا معانا النهارده، وشكرا جدا على اللقاء دوت، كان متميز فعلا. الله يخليك. شكرا لحضرتك. شكرا.